مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الجزائري يفوت سهره 100% كره القدم. سوف نتطرق من خلالها الى العديد من القضايا الكرويه المحليه والمنتخب الوطني، ولهذا دعونا نتشرف باستضافه السيد توفيق قريشي، المدير التقني الوطني والمدرب المؤقت للمنتخب الوطني المحلي. مرحبا بك شيخ. الله يسلمك. شكرك على حضورك اليوم. طبعا شرفتنا بحضورك لاول مره على قناه الجزائريه هذا الموسم، كما نتشرف باستضافه سيد محمد قاسي سعيد، محلل القسم الرياضي في قناه الجزائريه وحسن الجزائريه فوت. مرحبا بك. مساء الخير. مساء النور. شكرك على حضورك محمد. الكوتي هذا راه عيان شويه اليوم، مر من زكريا. مرحبا بك. شي حمي وحنا الكوتي هذا. الله يسلمك. شكرك على حضورك اليوم جدا لي صحفي بالقسم الرياضي في قناه الجزائريه. مرحبا بك. مرحبا يا زيد، مساء الخير ومرحبا بالضيف تاعنا. ان شاء الله حصه تكون في المستوى وعلى حساب واش يحبوها المشاهدين باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. فو باغلي سيو لا ديتي هنا اليوم مع الضيف تاعنا سيد توفيق قريشي، ولكن قبل هذا خلينا نحيي اكاديميه رواد ترقيه الشباب والطفوله لدار البيضاء اللي حضروا اليوم معنا كجمهور، ورئيس الاكاديميه كريبا عصام عبد الجليل. مرحبا بك. يلا نبدا مباشره باول فقره في حصه الجزائريه فوت. طبعا صحافه شو البدايه سوف تكون بسفيان فاغولي لاعب دولي طبعا الجزائري ولاعب نادي فولهام الانجليزي. محمد، اصريت على تصريحات سفيان فاغولي عبر صفحه الفيسبوك وحصه سيفو ليكسبير سور صفحه لا غازيتا دو فيناك. تصريح هذا جلال والحضور شيخ كذلك نور اللي خلق ربما بعض الضجه. راح نسمع تصريحاته او تصريحات الهامه في التي صرح بها سفيان فاغولي ثم نعود. Quand t'as pas de temps de jeu, forcément c'est difficile de postuler une place en équipe nationale. Malgré mon vécu et mes nombres de sélections derrière moi et mon expérience. Mais d'un côté j'avais ce sentiment mitigé parce que j'étais capable d'apporter j'étais capable d'apporter cette rage, cet état d'esprit que peut-être d'autres n'ont pas ou n'ont pas eu. Mm-hmm. Moi je sais que si on m'avait donné ne serait-ce que 10 minutes, soit contre le Cameroun ou le Nigeria sur des petits temps de jeu, moi je suis là, je réponds présent, je donne tout ce que j'ai. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un joueur de l'équipe nationale, c'est qu'il, quand il rentre sur le terrain, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, je pense que tout le monde veut qu'il donne son maximum et qu'il mouille le maillot, c'est ça le plus important. Et moi j'étais prêt à ça. Donc il y avait ce côté, ok, t'as pas de temps de jeu, tout ça, mais s'il m'avait donné l'opportunité, moi j'aurais vraiment tout donné. Et je sais que de ce côté-là, probablement personne n'aurait autant donné que moi. Je pense qu'on a un problème, nous en Algérie, on n'est pas capable d'accepter les critiques. On a parfois un manque d'humilité, on n'est pas capable d'accepter de faire une erreur. Mm-hmm. Par exemple, moi je fais une erreur, il faut que je sois capable que mon coéquipier puisse me dire « Non, t'as fait ça, c'est pas bon. » Et nous, sur ça, on pêche énormément. Et ça, c'est ok, on s'entend bien pendant les stages, super ambiance, c'est véridique, je vous le dis. Super ambiance, ça tape des barres, c'est franchement c'est bien. Mais la véritable amitié et union, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, aujourd'hui, on l'a plus ça. On l'a plus et c'est malheureux. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on est une équipe moyenne. إذن يلا محمد قاسي سعيد نبدأ مباشرة معك تصريحات سفيان فاغولي. لا احنا سمعنا مقطع وتكلم كثير على اللاعبين اللي التحقوا مؤخرا بالمنتخب الوطني واللي ما يحبوش يعني ما عندهم حتى علاقه مع الوطنيه الجزائريه. انا يظهر لي تصريحات جات متاخره لانه هو كان موجود داخل المجموعه ويعرفهم خير منا. تكلم قال لك جاو يحوس على الاسم تاع لاعب دولي على الاشهار واموال الاشهار. نقول باللي جات تصريحات متاخره وهذا ما يدل يزيد نعاود نولي للوراء بانه ليس هو افضل جيل في الجزائر، لان الاجيال اللي فاتت على المنتخب الوطني ما كانش عندها اشهار، ما كانش تتكلم على الاموال، كانوا يجيو يلعبوا للمنتخب الوطني. حبيت نولي برك يعني المجموعه الشبان تاع فيسبوك اللي ربما خلينا اولا في تصريحاته لما قال انا كنت نستاهل مكانه في المنتخب الوطني، كانت عندي هذيك الحراره وهذيك لاجرينتا اللي كنت قادر نمدها للمنتخب الوطني اللي ما عطاوهاش لاعبين اخرين. هنا جلال نفهم من كلام انه نولي لك محمد ده نفهم كلام انه بطريقه غير مباشره يقول لك انه اللاعبين هذوما ما كانوش في المستوى في الدوره هذه، ما كانش عندهم هذيك الحراره والغيره انفير الوطن. طبعا نقول يا زيد انا يعني خالف شويه راي محمد، نقول ان سفيان فاغولي اللي ما شاركش في الكان
بون فوا سمعنا التصريحات تاعو ديكلاراسيون يعني ما راهمش اشو يعني بعد ما نهايه تتروبوزي تتروبوزي خلاص الكان هو لاعب اللي كان عايش مع المجموعه وشاف المقابلات دونك هذا اللاعب اللي كيما شاف المنتخب الوطني يخسر كانت عنده لا فيزيون تاع اللاعب يعني الى في دي كونستا يعني دار يعني نقولوا كلام حول واش صرا في المنتخب الوطني واش خص في الميدان نظن ان هذيك لا كريتيك تاعو حول يعني اللاعبين اللي خصتهم لا راج دو فانكر والقوه يعني المجموعه داخل الملعب هذاك هو الصح واش كان خاص المنتخب الوطني في كان الكابون كان حنا هو تكلم قال لك هاد اللاعبين ما عندهم حتى علاقه مع الجزائر وعلا ما تكلمش عندهم مده سنتين للوراء باسكو كانت لي ريزيطا هذاك انا سمعت انا والله ما سمعت الهضره انا سمعتها انا سمعتها قال لك جاو على جال الاشهار على اموال الاشهار وقال ما عندهم حتى علاقه مع الجزائر علاش حنا كنا نتكلموا منذ سنتين حنا نتكلموا هذا الشيء هذايا محمد سامحني برك ولكن حتى الناس اللي تلعب في المنتخب الفرنسي تدي عقود اشهار الناس اللي تلعب في المنتخب البرازيلي اي تاخذ يعني علامات نقولوا الاشهار يعني ماشي غير لاعبين المنتخب الوطني يعني فو با تاريك ننكر النمي واللاعبين هذوما نقولوا انهم ما يدوا في الاموال تاع الاشهار كل المنتخبات الوطنيه في العالم الناس تدي الاشهار محمد كانت عندك نقطه اخرى فيما يخص الشباب على الفيسبوك لما احنا كنا نتكلموا يا زيد تكلمنا احنا ما نكرهوش هذا الجيل من المستحيل ولكن شوف الشبان تاع الفيسبوك يا زيد اللي شبان نسميهم انا شبان الكيراتين اليوم باش ما نقولش حاجه اخرى وين تكلموا كثير على المحللين وعلى اللاعبين القدامى قال لك يكرهوا المنتخب الوطني حنا ما نكرهوش المنتخب الوطني كاين ان كونستا درناه وبس واضح سي توفيق قريشي هذا ربما عندك تحبيت تدخل في الموضوع هذا لانه ربما انت تفضل انك تتكلم على المديريه التقنيه الوطنيه طبعا او حتى على المنتخب الوطني لما تسمع تصريحات مثل هذه من سفيان المغولي فغولي عفوا بعد قرابه شهر من نهايه كاس افريقيا شنو رده فعلك طبعا؟ اعتقد اولا انه فغولي ممكن رده فعل وكان متحمس باش وكان يظن انه قادر يقدم الاضافه للفريق الوطني وهذه رده فعل اي لاعب يعني عندما يبتعد عن الفريق لكن بالنسبه للتصريحات تاعو الان حسب ما سمعنا في التصريح تصريح اعتقد انه عادي جدا نابع من لاعب كان متحمس ممكن باش يلعب ولكن لازم نحترموا قرار المدرب اللي ما داروش في القائمه واما بالنسبه كما قال جلال الان رانا في عصر العولمه واصبحت اموال كثيره تدخل للاتحاديات وللنوادي وبالتالي لي زاكتور تاع الفوتبول بالضروره يستفادوا من هاد المداخيل وهاد الامتيازات اللي راهي تجي من خلال ما يقدموهما داخل الميدان اعتقد ان امور عاديه الان قال محمد امتيازات سير ان كونترا دو سبونسورينغ باغ اكزومبل نعم هذه الامتيازات سير ان كونترا دو سبونسورينغ باغ اكزومبل الامتيازات بصفه عامه يعني ما كاين حتى لاعب الان في فريق الوطني بما فيها اخر فريق في افريقيا وشاهدنا المهازل تاع بعض اللاعبين الافارقه عندما يطالبوا بالحقوق تاعهم يعني الاموال الوطنيه شيء ولكن الان اصبحت الاموال كونترا ديماج ان كونترا ديماج كيما قال لك لو كونترا ديماج اوسي لي تري امبورطون دونك جو بونس كو اعتقد انه رده الفعل تاع فغولي عاديه جدا لاعب اللي قادر يقدم الاضافه للفريق الوطني واعتبر انه تصريح عادي جدا نور نظن كما قال لك تصريح عادي وعنده حق يعني يتكلم عنده حق ونقول وقلناها يعني عده مرات بلي انا ليا كان محقور كان محقور كي هو كي مجاني كانوا قادرين يعطوا زياده ما يوافقكمش الراي ليه كل واحد عنده رايه وانا عندي رايي وانا من الاول يعني ما بدلتش رايي انا نظن بلي فغولي حس ما شفنا ديجا في كاس افريقيا يعني كان كل ما يدخل كان يعطي يعني الإضافة للفريق الوطني نظن كان قادر يعطي إضافة وما نقدروش يعني نخرجوا لاعب بالكيفية كما هذه اللي أعطى الفريق الوطني منذ 6 أو 7 سنوات هو يمد يعني الفريق الوطني وخرج يعني بكيفية كما هذيك نظن يعني ما يش حاجة يعني دراهم اللي راهم يتقاضوهم ولا هذيك تو طافي نورمال ولكن يزيد نقول انا سفيان فيغولي الشيخ يعني اذا ما راحش الكاس افريقيا ما يلوم غير روحه لانه في الموسم الماضي 6 شهور ما لعبش في فريق فالنسيا كان عنده مشكل تاع عقد حتى في فريق ويست هام له فيه الان 6 شهور الاولين من البطوله ما كانش يلعب يعني ولا خدينا لي كريتير تاع اللاعب اللي يلعب في الفريق تاعو كان يكثر نو فو با فار دو بوان ميزور دو بوان دو ميزور ولكن ما كانش يلعب هو فو با اوسي فار دو بوان دو ميزور باغ اكزومبل اللاعبين
في دي ديفيرونس انتر جوار درنا صحيح صحيح. انا يزيد لما نتكلموا على الاموال والسبونسورينغ والاشهار ما يش يقول لك عايش الدو الدرهم، ولكن كلام يقال ان باش جاو المنتخب الوطني كانوا نيغوسيو. هذا واش نتكلموا؟ هذا الكلام، هذا الكلام معروف في الساحه الكرويه، معروف في الساحه الكرويه، ما يش كلمه معروف في الساحه الكرويه. قبل قبل ما يكونوا هذو اللاعبين يعني اللي يجونا من فرنسا ولا يجونا ما صراتش مقبل فريق في وقتي ما صراتش صرات محمد انا انا بارتي كون انا هضروا بليك صرات كاين انا ما شفتش دحل بقى اللي معطوني درهم باش يلعب في المنتخب الوطني كاين لاعبين اللي قالوا ما نعرفهمش كاين والله ما نعرف يلا ما نحبوش ندخلوا في صراعات ربما الاجيال نروح مباشره الى عرفوها كاين نروح مباشره الى الموقع الفاف الاسبوع سيد قريشي اللي كنت اعلنتوا على خلينا نقول لك دوره كرويه لمختلف المنتخبات الوطنيه بينها المنتخب الوطني الاولمبي، خليك توضح الرؤيه اكثر احسن لانك ربما المسؤول عن شيء هذا. لا اولا على المستوى المديريه الفنيه عمل تنقيب على اللاعبين احسن لاعبين باش يكونوا الفرق الوطنيه هو عمل بديناه من بدايه الموسم وهذا عمل في كل موسم نقوم به. الان عندنا فريق اللي تاع الالعاب الاولمبيه 2020 راح يشاركوا في الالعاب الاولمبيه من الان يعني ان سيكل تاع اولمبيك نبداو نحضروا به الفريق الاولمبي على مستوى الجهوي كل لي سيليكسيون او نيفو دي ريجيون راهم جاهزين الان راح يكونوا دو بلاطو ان بلاطو في سطيف وين تكون فيه لا سيليكسيون تاع الشرق تاع باتنا قسنطينه عنابه وورقله وصيف كذلك طبعا لا مش الصيف راح يكون في الصيف لان الصيف ماهيش ليغ ريجيونال سي لا سيليكسيون ريجيونال دو باتنا دو كونستانتين تاع النابه وتاع ورقله ويكون حوالي 20 تقني موجودين تما باش ناخذوا احسن لاعبين اللي يبرزوا دوزيام بلاطو باذن الله راح يكون يوم 3 4 و5 مارس في الجزائر وراح يجمع بين المنتخبات الجهويه تاع الجزائر العاصمه تاع البوليده تاع سعيده وتاع وهرن ونفس الشيء راح يكونوا حوالي 20 تقني موجودين باش ناخذوا احسن لاعبين زيد على ذلك لو تروازيام بلاطو لاحظنا ان اللاعبين هادو اللي زايدين في 97 هما لي يو 20 ولكن يلعبوا في مستويات اعلى راهم يلعبوا اون ريزيرف ويلعبوا اون سينيور دونك عندنا قائمه تاع حوالي 45 لاعب اللي راهم في هاد الفئه العمريه راهم يلعبوا في مستويات اكبر من الفئه تاعهم خديناهم ك ان تروازيام بلاطو بعدين راح يكون في نفس العمليه يكونوا تقنيين موجودين لمده معينه ثلاثه او اربعه تربصات ونخرج احسن لاعبين هما 30 40 ممكن نوصل الى 50 لاعب نقدر نقولوا سي ان بروجي ولا مشروع تاع اعاده بعث اكاديميه الفاف لا لا ما عندها حتى علاقه بالاكاديميه هذه الاكاديميه شيء اخر هذا الفريق الوطني الاولمبي لا نتكلم على المشروع، المشروع بحد ذاته انا لا الاكاديمية شيء والفريق الوطني أوكي. الاولمبي شيء اخر اوكي ماهوش هذا فريق الوطني الاولمبي اللي راح يشارك في الالعاب الاسلامية في شهر ماي صحيح. ويشارك في الالعاب البحر الابيض المتوسط هو من نعم هو من المفروض انه اللاعبين اللي الان عندهم اقل من 23 سنة هما اللي يشاركوا لكن احنا حبينا من الان هاد اللاعبين اللي عندهم 20 سنة نعطيهم الفرصة باش يشاركوا في دورات دولية صح. باش عندما تلحق الالعاب الاولمبية على الاقل يكون عندهم يكون عندهم مشاركات دولية كبيرة ويكتسبوا خبرة وممكن شيخ سؤال تاعي فقط يعني درتوا لي بلاطو هذوما يعني هل نقولوا ان اللاعبين مزدوجي الجنسية اللي يلعبوا في فرق صغيرة في اوروبا رايحين يكونوا معاهم لا لحد الان المرحله الاولى بدينا باللاعبين اللي راهم موجودين المحليين وما تنساش انه كاين اشكال كبير بالنسبه للاعبين لغير الاكابر عندما يكون لاعب من غير الاكابر وتجيبه في اي وقت النادي تاعو ما يعطيهولكش وممكن في المقابله الرسميه النادي موش مجبر باش يسرح لك هذا اللاعب كما حدث في الالعاب الاولمبيه تاع ريو الاعتماد الاولويه راح تكون لاعبين المحليين والاعتماد كثير على اللاعبين اللي يشطوا في بطولات اجنبيه ممكن يصبح مغامره بالنسبه نتمنى ان شاء الله فقط هاد اللاعبين المحليين اللي قدموا ليزيليميناتوار واللي لعبوا المباريات ماشي كيلحق التورنوا نستغناو عليهم ونجيبوا لاعبين مغتربين جنسيا بالنسبه للاعبين اللي راحوا الالعاب الاولمبيه لاعبين هما اللي شاركوا في التصفيات ماشي هما اللي شاركوا في كاس افريقيا اقل من 23 سنه وهما اللي راحوا الاولمبياد ماشي كلهم كاين لاعبين ولا اثنين اللي جبناهم تدعيم عندما تجيب لاعب اثنين من 23 يدعم لانه يزيد القائمه تاع الكان كان 23 في العاب ريو لا 18 لاعب الان رجعنا نظن حتى في كره القدم رجعنا للشرعيه
ما كانش شرعيه، هذه الوان وطنيه وما يمثلها الا الاحسن وتكون عنده الجنسيه الجزائريه. واضح. روح نروح الى عنوان احسن، نوريك نورمنسكي لانه حتى نمشي فقط في الوقت. في اولمبياد شفناهم يعني في 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 ريو كانوا جابوا لاعبين يعني خارج الوطن، ما عطاو حتى اضافه. كان كان بن عثمان على ما اظن، عثمان بالقابليه اللي راهو يلعب في القابليه في البطوله الجزائريه، ما كانش فيها واحد بيقول لك ما كانش في كاس افريقيا. اذا كان لاعبين اثنين بالقابله، لاعبين اثنين وبرهنوا على امكانيات تاعهم في النوادي حتى اللي يشطوا فيها، وجا ممكن كان في مرحله فراغ، ممكن ما عطاش الشيء اللي كنا ننتظروا منه. انا نتبع كثير الدرجه الثانيه الفرنسيه، ولو خطرة يعني شتهم كانوا ملاح. يلا واضح، نروح مباشرة حنوز محمد. ثواني المنطق لما تكون في الألعاب الأولمبية في هذا المنتخب، هي لوجيك وين تلتحق بالفريق الأول، ولكن احنا ما نشوف حتى واحد يلتحق بالفريق الأول. راح نعود نتكلم على 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 دور المديرية التقنية طبعا مع سيد توفيق قريشي، ولكن نمشي فقط في عناوين تاع هذا الأسبوع دائما في الصحافة شو عبر جريدة الكومبيتيسيون. سيد حاج محمد رئيس شباب لوزداد، سيد نور مزكي يتكلم على أونفيز لو بوديوم إلى كوب دالجيري. يلا بسرعة بكل صراحة، واش رايك في العنوان هذا؟ كل شيء ممكن يعني لو بوديوم إلي توفير، مام المرتبة الأولى محلولة يعني. ما يلا واضح. عنوان آخر طبعا، مواسى يسرع على طرد مقداد في جريدة الهداف جلال. حنعود إلى تصريح مواسى اللي كان طبعا عبر ميكروفون الجزائرية. القضية دائما ما زالت خليني نقول لك تشغل الإعلام الجزائري والمحيط الرياضي في الجزائر. القضية هذه كانت حدث الأسبوع الماضي، شفنا حتى وين لاعب امتثل أمام ما نقول مجلس لجنة الانضباط التابعة لمدير الجزائر، تكلموا معها يعني لجنة الانضباط، صرح حتى اللاعب. احنا كنا تكلمنا معه شخصيا، قال لك أنا ما شتمتش المدرب، المدرب يقول العكس، الآن ننتظروا قرارات مجلس إدارة المولودية أو رئيس المولودية الجزائر فيما يخص لاعب مقداد. كما قلت أنت المدرب مواسى راه متمسك بالموقف تاعه ويرفض عودة اللاعب مقداد إلى المولودية. أسمع تصريح مواسى في ميكروفون قناة الجزائري. واش من إعفاء؟ درك تحب نزيد نجرح؟ واش من إعفاء؟ ها وش لا واش من إعفاء؟ الناس الكل شافوا اللقطة اللي دار، السيد إلا ريفيزي صون بلاسمون، السيد اللي جا للمولودية اللي عطاته اسم وليت وفريق تاع تاريخ، فريق قلت لك تاع أبطال، عنده جمهور كبير. قلت لك السيد اللي قلت لك ينكر الخير اللي دارته المولودية ويدير كما كاك، ربما التصرف تاعو اللي ربما هو اللي كان يسبب في المشاركة تاع مولودية الجزائر في كأس أفريقيا. انا ما نتكلم انا ما على باليش بيه، انا ما على باليش بيه خلاص. دتو تفاصلنا كما قال كنا مركزين، فوتنا المباراه تاعنا، كاينه اداره، كاين مسائل ان شاء الله، واللي اللي خطا يخلص هذا المكان. لقيت بعض الصعوبات في الصونور هذايا. يلا مهم. انا نبدا واش تكلم متمسك في 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 انا نبدا نحكم واش تكلم في الاخر كاع. قال لك كاين اداره هي اللي تعاقب. المفروض لما صرات المشكل هذاك، وتعرف يا زيد عندنا مدربين وجزنا على المدربين، المدرب ولابد في بعض الاحيان ما يشوفش كلش وما يسمعش كلش. اللاعب قلق لما خرجوا، المفروض ما يدخلش مناوشات مع اللاعب ديالو. كاين اداره حتى هو مسؤول بالطبع، حتى مواسى مسؤول في تصرف تاعو، الاثنين مسؤولين. المفروض كان يقدم يدير شكوى للاداره، وعندهم مجلس تاديبي هو اللي يحكم عليه. ما نديرش في التحكيم، في التحكيم اللي ضرب مور لو دوزيام اللي ضرب هو اللي يخلص. نورمالمون المدرب ما يرجعش يعني. يزيد نقولوا ان رجعت تسمى دوكا راه مغلطين في زوج. وهذا يعني مواسى انسان يعني مربي ويعني مدرب كبير يعني. نظن كان قادر في مقابله ما يسمعش يعني واش يقول اللاعب. تفضل جلال. ولو انا قلت يعني ماني ساهل يعني. تفضل جلال. احنا لازم نقولوا ان الانضباط مليح في فريق المولوديه او في كل الفرق الجزائريه، ولكن كما كنا نقولوا في المنتخب الوطني فو با فير دو بو دو ميزور، ماشي لان اللاعب مقداد ساهل نخرجوه في كل مقابلات يخرج هو وتكون العقوبات على مقداد، لازم تكون على كل لاعبين في كل فرق. ما نقولوش الا مولودية الجزائر. بنزيما دقيقة 60 يخرج، تكون مكتوبة على عليه. ولا مره في يده. وين هذه؟ في ريال مدريد. ولكن ما عندناش كواليس وشو يصرى في الفيسيا، ما عندناش كواليس. المدرب ما لازمش يسمع ويشوف كلش. انا نروح عند سي توفيق قريشي لانه اليوم طبعا شرفنا بحضوره، اللي نتكلم على المديريه التقنيه الوطنيه، طبعا راح نتكلم على المنتخب الوطني في حدث الاسبوع اللي نعود فيه الى دور المديريه الفنيه الوطنيه في المنظومه الكرويه بالجزائر. طبعا يلا جينك حدث الاسبوع وبعدها مباشره تقرير السهره.
بعد الفشل الذريع للخضر في كاني غابون والضجة الكبيرة التي صاحبت هذا الإقصاء المدوي من نهائية كأس أمم إفريقيا 2017، جعل جميع الهيئات الكروية في البلاد تطالها نار الانتقاد. وشظايا هذه النار أصابت المديرية الفنية الوطنية برئاسة توفيق قريشي بعد فشلها في إيجاد الحل الأنسب للخروج بسفينة الكرة الجزائرية التي غرقت مؤخرا إلى بر الأمان، وجعل البعض يصف دور هذه المديرية بأنها المسؤولة فقط عن منح شهادات التدريب لا غير، وأنها هي الغائب الأكبر في كل ما حدث داخل بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. لكن لا يمكن للمديرية الفنية أن ترد على هذه الانتقادات التي طالتها مؤخرا، ولا تلوم إلا نفسها بسبب عدم الاستقرار الذي تعرفه معظم المنتخبات الوطنية والتسيير الكارثي للفئة الشبانية سواء للمنتخب أو الأندية، وكذا إلى حالة اللا استقرار التي عاشها المنتخب الأول في السنتين الأخيرتين، وقدوم مدربين لم ينجحوا في شيء إلا في قيادة رفقاء إسلام سليماني إلى الهاوية، وتضييع كل إنجازات السنين والعودة بمحارب الصحراء لنقطة الصفر إن لم نقل أدنى من ذلك، وتعيين مجيد بوغرة ضمن الطاقم الفني للمنتخب وهو الذي يفتقد للخبرة في مجال التدريب. لكن الأغرب من ذلك هو الاستغناء عنه مباشرة بعد الإقصاء. خيبة الكان جعلت المكتب الفيدرالي يتحرك أخيرا ويمنح المديرية الفنية صلاحية أوسع، منها مهمة قيادة المنتخب المحلي مؤقتا وإشرافها على دراسة السير الذاتية للمدربين الراغبين في تدريب المنتخب المحلي والأولمبي، مهمة قد تجعل هيئة قريشي تستيقظ من سباتها العميق الذي دخلت فيه مجبرة أو مخيرة منذ تعيينها. لكن كل هذا يبقى مرتبط انتخابات رئاسة الفاف التي قد تعرف رئيسا جديدا لمبنى دالي إبراهيم، والذي قد يجدد الثقة في المديرية الفنية أو ينهي مهام هيئة توفيق قريشي. شكرا زميل بلازع موشي على هذا الموضوع. سيد قريشي اللي حل الدارة تاعه طبعا اليوم يوم فيه كلام آخر. أولا سيد توفيق قريشي، خلينا نبدأ بالبداية، ما هو تقييمك، ما هو تقييمك اليوم فيما يخص المديرية الفنية الوطنية في المنظومة الكروية أولا، وبعدها حنعود نقطة بعد نقطة. لا لا، قبل التقييم لازم نرد على الريبورتاج هذا. يقول لك لا ديتيان متى تفيق من السباتة تاع لا ديتيان، عمرها ما رقدت. هذا التقرير شيء ممكن فاقد للمعلومة الصحيحة، هذا اللي دار التقرير تاعكم فاقد للمعلومة الصحيحة. لا ديتيان عمرها ما رقدت. على أي أساس؟ على أي أساس نجاوبك على الأساس ونجاوبك على كل النقاط. تفضل. لأن لو يتكلم على المديرية الفنية وعلاقتها المباشرة مع الفريق الأول، ما عندها حتى علاقة مع الفريق الأول. وهذا تحدي الفيفا في المناشير تاعها. الفيفا تقول لك أن العلاقة بين المدير الفني الوطني وبين المدرب هي علاقة كما يقول باللغة الأجنبية أوريزونتال. واضح. ما يحكم فيها أفقية. ولكن أنا خلي لا خلني خلني نوصل الفكرة. سامحلي توفي. عارف تقطع في الأفكار. لا 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 لا. مش ما تروحليش الفكرة. ما قاطعكش في الأفكار. مش ما تروحليش الفكرة. دونك إذا تقطعني تروح لي الفكرة. خليني نديفلوبي. تفضل. دونك العلاقة بيني وبين المدرب الوطني ما عندي حتى علاقة، هي علاقة تشاور وتعاون بين أنا نحتاجه في أي مشروع في المديرية الفنية وهو اللي يحتاجنا باش نساعدوه في الفريق الأول. المعاينة تاع اللاعبين كما تاع الفرق المنافسين كما نقوم به منذ وقت أليلوزيتش، إلى يريد رأيي في أي شيء نعطيه له، ولكن ما نفرض عليه أشياء وما يقدر يفرض عليه حتى أشياء. المديرية الفنية التعريف تاعها تحدو لا فيفا، هي العلاقة، هي وتكون العلاقة تاع المديرية الفنية فئات شبانية التكوين والتطوير. الفريق الأول وحده، ويزيد يقول لك يحدد لك أن الفريق الوطني الأول يتميز بالحرية المطلقة، يعني ما كان حتى واحد بعلاقته يرد يدوار روندر دي كونت للرئيس الاتحاد والمكتب الفيدرالي وماهوش المديرية الفنية. شكون هو المسؤول عن المشروع، مشروع الكروي أو مشروع اللعب في المنتخب أو في في البلد ان صح التعبير؟ خلينا نتكلم على الجزائر، لو بروجي جو في الجزائر، شكون هي شكون هي الهيئه؟ سي غامضه كلمه بروجي، واش معناها؟ اعطيني لا ديفينيسيون دو بروجي جو. خلينا توفيق دكتور، طرح لك سؤال توفيق. ما هو من شكون هي المنظومه او شكون هو المسؤول
على بروجي جو في الجزائر طريقه اعطيني لا ديفينيسيون دو بروجي جو. بروجي جو هي طريقه تاع اللي تلعب فيها كامل المنتخبات الوطنيه في اللاعب يعني اسكو عندما تكون عندك عندما تكون عندك منظومه كرويه وعندك عمل جاد على مستوى النوادي مراكز تكوين على مستوى النوادي واحسن اللاعبين يجيو عندك تما تبدا تخمم على بروجي جو انت تجيب اللاعبين من نوادي الفريق الوطني باش تعلمهم كيفاش يلعبوا لان الفريق على الفرق فرق شبانيه على مستوى النوادي المستوى تاعها متواضع باش ما نقولوش كارثي متواضع ومتواضع جدا اذا عندما يجي الفريق الوطني هل تجي المشروع هذا سامحني سامحني جلال من فضلك من فضلك من فضلك جلال من فضلك من فضلك كي ندير ان بروجي جو نجيبو مع لاعبين عندهم مستوى يعرفوا يفكروا يعرفوا يلعبوا يعرفوا يبلاسي روحهم سو التيران يعرفوا يفكروا تكتيكيا هنا نبدا نفكر هو مازال ما يعرفش يبلاسي روحه سو التيران وندير له ان بروجي جو على اي بروجي جو في قريش انا سؤال تاعي يعني واضح يعني كما انت قلت العلاقه الفيرتيكال داكور هل توفيق قريشي يعني كان عنده شوروه الناس ولا سقساو الراي تاعو في تعيينات المدربين هذو من الاخرين تاع المنتخب الوطني الاول منذ سنه احنا نبداو في المدربين المدرب كان عندك انافي المدرب تاع الفريق الاول ما عنديش حتى دخل معاه حتى لافي لافي ايزون دوموندي مون افي داكور حاضر في المكتب الفيدرالي وحتى كل اعضاء المكتب الفيدرالي رئيس الاتحاديه طلب منهم رايهم في المدرب الاخير خاصه اللي كاس في المدربين الاخرين كل المدربين اللي جاوا الفريق الوطني رئيس الاتحاد طلب رايي فيهم وعطيت رايي وقلت له رايي فيهم هذا بالنسبه للفريق الاول اما بالنسبه للمدربين الوطنيين كلهم كانوا باقتراح مني انا المكتب الفيدرالي ولكن كان فشل كل المنتخبات اقصيت في الادوار الاولى الفشل لازم نبحث على اسباب الفشل متى الفرق الوطنيه الصغرى نجحت من الاستقلال الى يومنا هذا رحنا ل 78 ونقدر نتكلم في 78 كلام اخر رحنا شاركنا في المونديال 2009 مع السيد ابرير ولان نضمنا نهائي كاس افريقيا هنا في الجزائر هنا في الجزائر وشاركنا فيه متى نجحنا في الفرق النجاح تاع الفرق لي سيليكسيون دو جون النجاح تاعهم مربوط بالعمل الجاد على مستوى ما نرميش المسؤوليه على النوادي لان حتى النوادي ما تقدرش دير عمل جاد عندها الاسباب تاعها ما عندهاش امكانيات اكيد لان سي اون بال دو ديفلوبمون دو فوتبول الجيري سونز انفراستركتور اون نو با با بارلي دو ديفلوبمون دو فوتبول سونز انفراستركتور ما نتكلموش على ممكن نديروا محاولات بي سونز انفراستركتور ما تكلمش على ديفلوبمون خلي ربما التقنيه خلي التقنيه اللي دخلت جلال كان مشكل يعني قريت دانيال مؤخرا توفيق يتكلم على لي ديبلوم تاع المدربين شهادات وين توفيق تكلمت وقلت باللي لاعبين قدامى محللين حاليا في البلاطوات حبوا نعطي لهم لي ديبلوم بلا ما يتكونوا وبلا ما يقراوا انا شخصيا سمعتها شوف شوف ما همش كل اللاعبين الدوليين السابقين اكيد علاش كاين اكثر من 100 سامحني محمد ايزون نومي محمد 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 كاين اكثر من 120 لاعب دولي قديم جاوا داروا تربصات وحصلوا على الشهادات على مستوى المديريه الفنيه انا اقول لك منهم من الاسماء منهم انت منهم شعيب منهم برسقال منهم كويسي منهم مناد منهم حر منهم بوقره منهم زياني لا اكثر من 120 لاعب قديم ومنهم اللي شاركوا في المونديال مونديال نتكلم لك على 82 انت شاركت مرزقان شارك في التربصات كويسي شارك شعيب شارك سامحني سامحني اذا بلومي شارك توفيق انت قلت ربما في تصريحات طبعا عبر الاذاعه الوطنيه نور تقدر تدخل طبعا لانه عندي باوفر لا خليتوني ندخل لا تقدر تدخل على كل حال سي توفيق اكل الاخضر واليابس خيقة فقط لان التقرير اللي داروه خطا غلط ماهوش مبني على اساس الموضوع كان نقطة بنقطة لو بروجي جو ثم طريقة اللعب ثم المدربين ربما دخلنا في 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 سبقنا الاول ولكن خليني طبعا في الموضوع لما تكلم على لاعبين دوليين سابقين حبوا ياخذوا لي ديبلوم بلا امتحانات ولا بلا تربص لما تقول الناس راهي في بلاطوهات تكلم احنا عندنا تقنيين مدربين ولاعبين سابقين دوليين متواجدين معنا كما موجودين في بلاطوهات واحد اخرين الناس اللي حب اللي انتقداتك قالت سي توفيق قريشي ولا ديتيان عليش. ولكن انت لما اليوم تقول ان لاعبين سابقين دوليين الكل يحصلها في 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 جنبه ربما معليش اسمع فضل. الناس تعرف نفوسها
نهاد الناس، نقصد الناس اللي تعرف نفوسها ممكن تطلبوا مني الان. نقول لك بكل صراحه ميتون شو ديفني لا سيبل تاع بعض الاشخاص. لماذا؟ يعني نجاوبك بالعقل، روح بالعقل يا زيد، روح بالعقل دوك نجاوبك. شو ديفني لا سيبل تاع بعض الاشخاص، لان البعض منهم نقولها بكل صراحه طلبوا مني انه يجيو يحضروا في تربصات ما تتناسبش والمستوى تاعهم، مستوى مش مستوى كلاعب، المستوى تاع التكوين تاعو كمدرب. عندما شاهد انا لورون بلون يمشي يقرا باش يدي الدبلوم تاعو، عندما نشوف ديشون يروح يقرا باش يدي الشهاده تاعو. حنا في الجزائر هنا كاين لاعبين لعبوا 30 ولا 35 مقابله دوليه، اذا بلال زيري اللي لعب اكثر من 90 مقابله دوليه نعطي له الدكتوره تاع الفوتبول، بلوم اللي لعب اكثر عدد نعطي له اكثر من الدكتوره. لكن هاد اللاعبين اللي ذكرتهم لورون بلون وكذلك تعبوا باش لحقوا المنتخب الاول. لما تشوفوا قرة مثلا اللي عنده 6 شهور ملي حبس كره القدم متواجد في الطاقم الفني اليوم، لا 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 هذا كلام اخر. راهو الرادي ديالنا هنا توفيق، اسمع لا لا غلطين هنا، غلطين كذلك احنا اللي غلطين. قرة كان موجود في الطاقم الوطني، ما كانش موجود كمدرب، ولكن كلاعب قديم قائد فريق باش يصلح لشيء ما، للعلاقه بين اللاعبين، لتحميس اللاعبين. ولكن الاشاره شاركت عنده كمدرب. لا ما دخل هذا تاع لاكسي سو لو بون دو تور كمدرب، ما كانش كمدرب. كيفاش ما كانش كمدرب؟ كان عضو في الطاقم الفني، عضو في الطاقم الفني باي صفه؟ كما قال لك ممكن لو غرون فرير، ولعب دور ايجابي بالنسبه لان لاعب محترم قائد فريق قديم ممكن يلعب دور ايجابي في الفريق، ولكن ما كانش كمدرب. غادي ناكدها لك، دور ايجابي بما حدث في الكابون. عمره ما تعطى ديزانستركسيون ولا ديزورونتاسيون تكنيك كسوسوا في لونترينمون. سيتي ان سانك غران فرير. تفضل نور. فريبوندي اون مو برك على الغران فرير. كان ديجا كان واحد منصوري زادو خلطها تصفى. مات منصوري اللي تي مناجر نور. On le voyait sur le terrain. Mais sur le terrain, il était maraîcher sur le terrain. Il baisse. Vous savez qu'il est tabarou. Vous savez qu'il est mort. Fais-le, fais-le, fais-le. Je voulais que je chambement. Fais-le. Mais nous allons nous dire, il y a le Ferrac Lwatania. Tu fais quoi avec Blik au niveau des clubs? Mais quand je chambel, حقيقةً يعني ما كانش عمل إمكانيات ما كانش حقيقةً. ولكن الفريق الوطني كيفاش نجيبوا مدربين؟ فكنت على بلاخر تاعك ب. بالرضا تاعك يعني مدربين تاع فرق شبانيه. نعم. من بعد الفشل نحيوهم، وعلى بالنا بليك ما كان حتى عامل يعني في الفرق، ويجي يخدم عام ولا عامين ومن بعد تكون مباراه يعني رونكونتر اوفيسيال ولا تورنوا ولا يفشل في هذاك التورنوا باسكو ما طولوا حتى حاجه، ما طولوش يعني اللاعبين مهيين يعني باش يلعبوا هذيك البطوله هذه. من بعد الفشل هذاك نحوهم، نحو المدربين، وراه الاستمرار وراه يعني. معليش هذا سؤال وجيه. لازم تعرف الان رانا نخدموا بسيرتان ترونج داج. نعطيك لي اودي 7 اللي كانوا عند السيد بن اسماعيل سي لي 2000 و 2001. لا بروشين ايكيب يو 20 سي لي 99. دونك انا نغاردي دي جوار تاع 2000 و 2001 ما يزيدش يشارك في فريق الوطن، اللي يشارك في الاودي 7 On le trouvera plus. مانيش نهضروا على اللاعب. لا يعني نهضروا على الطاقم. انا جاي بالنسبه للطاقم الفني. برك الى نجيب انا ان اونترينور بوندون دو زون سي بور دي زيسيونس بيان بريسيز. لو جروب اللي يخدم به فا ديسباريت. يعاود يرجعوا للنوادي، فا ديسباريت باسكو لي اي دي 7 لي اي دي 7 ديسباري معاه. انا جاي نور، انا جاي. دونك اذا كان فشل، اذا كان على مستوى الاتحاديه هو يجي يمضي على عقد اوبجيكتيف الى حقك في الديبي كي جي سيني الكونترا قال انا ما نسينيش. انا صارت لي 2004 2006 جيتي اونترينر دي اي 7 جي سيني ان كونترا اوبجيكتيف ضد موريتانيا اليميني اوتوماتيك نروح. نعطوا مثل واحد برك ابرير كون ابرير وي نجح ولا ما نجحش؟ باي فوق نشوفوا علاش نجح وسي لا علاش اطون لا اذا فيها نجاح ماشي هو اذا فيها اذا فيها اخفاق هو مديريه في ابرير نور ابرير بور فوتر انفورماسيون نور بور فوتر انفورماسيون ابرير تي كان وين مازالوا في الحياه سي موا كي ا بروبوزي ابرير ليكيب ناسيونال سي با نيمبورت كي سي با نيمبورت كي سي موا كي لا بروبوزي دونك نعرفوا واش يسوى ميتنون نجحنا في فتره ما لان لاول مره فريق الوطني اللي اقل من 17 سنه وفرنا له امكانيات ضخمه
الى ما تعرفش بوندون 3 زون ليكيب ناسيونال دي يو 17 في وقت فبراير كانت تلعب على الاقل مقابله دوليه في كل شهر 29 ماتش بوندون ماتش ميكو لي ماتش ميكو زيد على العمل تاعو عندها كنت توفروا الامكانيات دوك ماكمش توفروها حسنا نتفاهموا حسنا نتفاهموا دور ماشي نوفروا ما نوفروش كانت الدوره منظمه في الجزائر وبالتالي عندما تنظم انت يكون المجهود اكثر إضافة. باش توفر اضافه انت تنظم في بلادك دائما صحيح. تنجح اذا كانت امكانيه ضخمه لاول مره فريق وطني لاقل من 17 سنه لعب لمده 3 سنوات على الاقل مقابله صحيح. دوليه في كل شهر توفيق مع نوبيلو ما نجحناش هنا في نوبيلو ارتكب غلط نتفاهم معك نوبيلو انا اتفق معك الغلطه باش نقولوا باش نلولوا بلي ابرير ماهوش من والا بيان سور ماهوش من والا الى في دو بون ترافاي قولوها ونعاودوها ماتنو يا يونيش ما تنحاش خلي يعطينا معلومه نور تفضل توفيق كاين اشكال سوء تفاهم في التوجيهات ولا في التفكير ما بعد كاس العالم 2009 فضل ينسحب ربما نقول ربما سبب مغادره المدربين هذوما كاع سي توفيق ولا شيء هي لما تخفق في ان كونترا دوبجيكتيف هكذا بس اكزيست دو ولكن خير لا عادي ما رانيش شوي با اون تران دو فوز اكوزي راك ربما راك منفعل نوعا ما خليني نروح نقطه بنقطه اليوم اطفال صغار محاضرين اليوم معنا نتكلموا على كره القدم يا هل ترى من 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 الواقعي انك تمضي مع مدرب ان كونترا دوبجيكتيف في هذه الفئات الشبانيه في من العمر ان صح التعبير او في الفئات الشبانيه من المنتخبات شوف كاين تناقض بين الكلام اللي راكم تقولوه في البلاطو طرحت لك سؤال انا ما لا دوك كاين تناقض منا نقولوا الفرق الوطنيه راهي تفشل ومنا المدرب اللي كان في الفرق الوطنيه لازم يوصل العمل تاعو نتفاهموا مليح من خلال الفرق الوطنيه على واش رانا نبحثوا هل نبحثوا باش نعطيو لهاد اللاعبين حجم ساعي تاع مقابله دوليه باش كيلحقوا سينيور يكون ديجا عنده اون اكسبيريونس او نيفو دي جون ولا نحبوا نفوزوا بكؤوس افريقيه على مستوى يو 17 يو 20 لازم نتفقوا على الاقل المشاركه على الاقل المشاركه المشاركه ما قدرناش صح انا رجعنا ليها صح المشاركه شوف من المفروض لو كان نفكروا تفكير منطقي نظرا للعمل اللي رانا نقوموا به على مستوى لان نتكلم معك اليوم ان الاتحاديه غدوه ممكن نروح ندرب فريق اللي موجود على مستوى النوادي نقول لك 99% النجاح غير مضمون لان العمل اللي راه منجز على مستوى النوادي ما يبشرش بالخير وما يعطيناش حد كبير باش تكون المشاركه على الاقل مشرفه لماذا؟ حتى النوادي نقدر نقول لك عندهم الاسباب تاعهم لان معظم النوادي ما عندهمش انفراستركتور سونز انفراستركتور تو نو بو ريان فان tu ne peux pas développer le football en Algérie. واضح لانه نعود لك ربما الى نقطه الصحافه لانه مش كل صحافه نفسها لانه ربما هنا في بلاطو الجزائريه فوت نعلم جيدا انه الالقاب والمشاركات ما تجيش هكا برك تجي بعمل وباستمراريه. يا زيد خليني توفيق من فضلك من فضلك في الخيار يعني من فضلك حسن اختيار وكذلك استمراريه حسن اختيار واش حسن اختيار اختيار المدرب حسن اختيار الطاقم بدك نوليو الاختيار سامحني والاستمراريه في العمل لانه يا زيد جبتني هنا باش نجاوبك ما نخليوش الغموض حسن اختيار بالنسبه للفرق الوطنيه المدربين تاع الشبان درناهم على مقاييس اخترنا السيد بن اسماعيل والسيد ميخازني اولا على اساس ما شكش في قدراتهم يا سند قلت حسن الاختيار دوك نقول لك الاختيار اللي تحمل انا المسؤوليه تاعو انا اللي اخترت ميخازني انا اللي اخترت بن اسماعيل درنا دي كريتير المدربين تاع الفرق الشبانيه لازم تكون اعلى شهادات ويكونوا دربوا الفرق الشبانيه لمده 8 او 10 سنوات ويكونوا حصلوا على نتائج في البطوله الوطنيه بن اسماعيل درب في بارادو ودرب في شباب الوزداد ميخازني معروف في الساحه باللي من احسن المدربين تاع الشبان وتوفر فيهم كل الشروط ها باللي خدمنا يا سيدي توفيق يا سيدي انت غلط توفيق شكون غلط الاختيار ديالهم لا 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 لما ما يتاهلوش لما ما يتاهلوش لما ما يتاهلوش المفروض نو نو يبالا شوف ليا شوف ليا روح جيب لا ديرنيير ايكيب دو لا ديفيزيون جو سي با كال ديفيزيون كيما يقول واحد زميلنا ما كان نذكروا اسمه جيب مورينيو يدربهم قول له يطلعهم سيت ان تو سيت ان تو صارت في 2011 ويروحوا غير لي زونترينور ما المسؤول يروح 2011 صارت جابوا مدرب وطني جزائري وطني هنا في الجزائر 2011 بن شيخه بن شيخه ومن بعد قال لك خلاص المدرب المحلي ما جيتش يدرب
اختيار داروه ومن بعد يقول لك مدرب انا فقط الرساله اللي حبيت هكذا انا في الفئه الصغيره. يا سيدي توفيق وليش الرساله اللي حبيت نوصلها لك انه هنا في بلاطو الجزائري يا فوت ندرك جيدا انه الاستمراريه والعمل هما اساس النجاح. لما قلت راكم تتناقضوا انكم تحوسوا على الالقاب او المشاركه فقط انا حبيت نقول لك انه ما راناش نقولوا جيبوا لنا كاس افريقيا ولا لازم كل عام نروحوا، رانا نقولوا انه لازم استمراريه ولازم العمل والصرامه، لانه تشوف مثلا المنتخب المغربي بعد الخروج من المنافسات هذو مثلا او المنتخب التونسي في الفئه الشبانيه فيه الاستمراريه تاع الطاقم في الجزائر كل التواقم كل التواقم تاع تونس اقيلوا والمغرب المنتخب المغربي المغربيه كاين اثنين اقيلوا بصح واش ما فئه شبانيه فئه شبانيه ما عندها تعقد 17 سنه اللي مازال يواصل العمل تاعو. شوف هذه ثقافه موجوده في كل البلدان العربيه. نبحثوا على النتائج قبل كل شيء، اللاعبين تاعنا ماهمش جاهزين باش يحققوا النتائج وحنا نطلبوا المستحيل من المدربين. شوف يا زيد تفضل. الاختيار كان يهضر عليه بن اسماعيل ما نعرفوش، مي خازني نعرفه، حقيقة دار نتائج كبيرة في على مستوى الشبان. وعلاش وكفاءة في الجزائر بكل صراحة. وعلاش ما نكملوش به؟ علاش هذاك سؤال واحد اخر ممكن نجاوبوا نكملوا به الاستمرار عندما كيما هذا ما نطرقوش نور عندما تقول استمرار الاستمرار بنفس المجموعه ماشي مدرب ومن بعد نزيد نجيبوا مجموعه واحده اخرى. الاستمرار ماهوش بالمدربين، الاستمرار بالمجموعه، لان المجموعه الان قوانين الفيفا تقول لك المجموعه اللي تلعب دوك في الاي 17 ما تزيدش تشارك في الفرق الوطنيه حتى في الاكابر. دونك تو فا با غاردي دي جوار تاع ايديسات وتسناهم حتى يكبروا يوليو سينور وتقولي الاستمراريه. ما نقدروش نستمروا بلاعبين اللي ما راحش يشاركوا من ايديسات حتى لسينور. مانيش نهضر على اللاعبين، نهضر على المدربين. واضح، خليني نروح فقط عن جلال لانه حتى نروح الى 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 المنتخب الوطني الاكابر وتكلم على التصريحات طبعا مؤخرا. تفضل جلال. كيما حبيت شيخ، انا سؤال تاعي كي تكلمنا على النوادي دونك نتكلموا على البطولات تاع لي جون. كان بزاف نوادي تكلمت انا مع المسيرين تاعهم مع المدربين تاع الشبان يقول لك عندنا بزاف لي زيكيب اون جون دو زيكيب دو جونيور يو 20 يو 20 دوزيام ايكيب. كاين اللي يتكلموا على الفرق لي لا دي تي ان دوموندي الفرق الشبانيه يكون المدرب عنده ان ديبلوم كاف سي ولا كاف بي. قال لك النوادي حتى النوادي يعني حجم الساعي تاعو ولا نقولوا لو نومبر تاع لي جون في لي زيكيب بزاف ما يقدروش يجيريهم. من جهه اخرى حتى لي ديبلوم يعني دومونديهم في لي جون ما يقدروش النوادي يخلصوا كاع الاموال باش يجيبوا مدربين كيفك هكذاك. Quand on parle de développement, لازم نشوفوا لا ماس ثاني. داكور. الان في اوروبا تلقاهم في فرنسا، اي احنا دائما ليكزومبل نمدوه بفرنسا، نقولوا لازم عندهم ديزيكيب من الاو 12، او 12، او 13، او 14، او 15، او 16، او 17، اي 18 جون. نعطيك الاشكال تاع الفريق الوطني اقل من 20 سنه. اعطيني باك نعطيك انا شيخ. معليش اعطيني واش حبيت. لي كاتيغوري كنا نلعبوا بتروا كاتيغوري. نلعبوا بتروا كاتيغوري مينيم كاتي جونيور مينيم او 15 او 17 او 20 في بعض الاحيان تلقى في لا ميم كاتيغوري دو ترونش داج تلقى لي كلوب يلعبوا لي بلوز اجي ولي بلوز جون ما يلعبوش كامل. نعطيك ليكزومبل هذا العام رانا نديروا لا بروسبكسيون تاع لي 99 باش يكونوا فريق الوطني لاقل من 20 سنه. لي 99 العام اللي فات كانوا يلعبوا في اون كاتيغوري 98 مع لي 99 النوادي كانت تلعب الا لي 98 دونك ست ترونش داج اللي رايحين درك نبحثوا عليها ونكونوا بها الفريق الوطني ما عندهاش العام اللي فات ما كانتش تشارك في البطوله. نروح نكونوا فريق وطني بهذه المجموعه ونلعبوا التصفيات ساني جايك التصفيات. سي بور سيت ريزون كون اوغمونتي لو نومبر او نيفو دو لا ليغ 1 و لا ليغ 2 لو نومبر دو كاتيغوري باش في كل ترونش داج يكون على الاقل تشارك في البطوله الوطنيه وبالتالي لاعبين ممكن يكونوا جاهزين ويكون عندهم حجم ساعي تاع تدريب، حجم ساعي تاع منافسة وممكن يشارك. بالنسبة للديبلوم 45 دقيقة من الوقت بالنسبة للديبلوم في مواضيع أخرى بالنسبة للديبلوم سي اون فو فار دي كاردوري نعطيو لي كاتيغوري جون نيمبورت كان اونترينور دونك إلا نحبوا لا ليغ جو بار دو لا ليغ 1 ولا ليغ 2 بروفيسيونيل لا ليغ 1 ولا ليغ 2 بروفيسيونيل سي لي سينور اون بار دو لا ليغ باسكو كون ليغ 1 ليغ 2 سي دي كلوب بلوز او موان كي اون لي موايان بلوز كو لي زوتر دونك هادوما ويقول لك أنا بزاف عليا 4 كاتيغوري alors qu'ils sont en train de ramener des joueurs à 300 millions à 400 millions وتقول لي ما عنديش مدرب جيب لي مدرب جيب لي مدرب جيب لي مدرب وتعطي له شكون المدرب الان انا مدربين شكون المدرب اللي يقبل 2 مليون 500 بار موا يجيب لي قول لي جيب لي باش يحسن لي جوار في التيران دونك سي اون فو لا فورماسيون نقول لك باسكو دوما سي فا يافوار اون كوب دافريك دي جون
ولا U20 ولا U17 ولا في الأولمبيك سي لو ميريت اي روفيان بالدرجه الاولى لي كلوب باسكو سي تو كي نو فورم لي جوار سي ني با لا فيدراسيون. تفضل محمد يلا زوج كلام برك زوج كلام برك يلعبوا بيناتهم لازم يلعبوا انا ونور لازم يلعبوا واش هو يقول توفيق يعني الحقيقه منافسه لازم تكون منافسه فئة شبانيه كما قال كيلعبوا 98 99 ما يلعبوهمش ولكن يا فريمون دي كونتراديكسيون لا دون دونك سي فري لازم نحميو هاد الشبان هادو مي بصح في الجهه الاخرى اكابر اكابر بلوتو يعطوهم 5 في الميركاتو ديفير ريكروتي والعام الجاي قال لك محلوله يعني ريكروتي واش تحب دونك دان كوتي دراهم هذوك اللي يعطوا لهم باسكو اموال الدوله كاع اموال الدوله يعطوهم اكابر يعطوا لهم قال لهم دير ريكروتي وخلص كما تحب دونك دو بليز اون بلو دو بليز اون بلو رانا نعرسوا في هذه الصوره يا نور على ما بهذه السياسه هذه على ما نقولوش باللي السياسه فاشله نعطيك بلديه القبه فيها 150 دائما بلديه في القبه علاش نور توفيق لازم نمدوا مثال فرنسا نقول لك ماكرون جا للجزائر باش يدي الامثله شوف نور بلديه القبه خلينا في كره القدم 150 الف نسمه عندنا سبع فرق سبع فرق يا نور اسوسياسيون وين راح تدرب هالدراري محمد رحت لتولوز رحت نشوف سون دو فورماسيون تاع تولوز جاي قدام ستاد قدام ستاديوم عندهم ما قدرتش نحسبهم شحال من ملعب يعني ملعب تاع التدريب ما قدرتش نحسبهم احنا عندنا سيت اسوسياسيون بين اصطناعي و عشب طبيعي شوف نور في دي بروبي بابور للغه العربيه يلا تفضل توفيق حتى لو المنتخب الوطني الاول انا راني هنايا باش نتكلم انا اون توك ديتيان نتكلم tout ce qui est développement, tout ce qui est formation, tout ce qui est équipe nationale de jeunes, tout ce qui est équipe A ou la senior, ça, classe. Il est rabbi lah, c'est bon, il a mamche lah, j'ajoute un autre point qui est très important. Il y a deux ans de ça, quand tu es championnat des jeunes, nilqaou fariq min daraja l'oula, je prends au hasard gal harrach, redoua t'lab ma fariq ta beladiya, les scores de 10 à 0. Le système de championnat, ما كانش السيستم اللي يخلي المستوى يرتفع غيرناه كانوا الشبان يلعبوا في مواد اكتوبر البطوله تنتهي في مواد مارس فيفري ولا مارس وكانوا يلعبوا 12 مقابله 13 مقابله بار سيزون لو سيستم اون لا شونجي غراس لا بروبوزيسيون دو لا دي تي ان الان ولاو الشبان يلعبوا على الاقل 26 مقابله ولاو الفرق بلوز او موان اللي ملاح يلعبون شامبيون وحدهم والضعاف يلعبوا واحد ماشي بلاي اوف سي تي شامبيون شيء ايجابي والحق عليه نور احنا نفرحوا لما سمعنا مثل هذه اسمع شوف شوف مهما كانت المجهودات نقولها لك بكل صراحه باسكو ماشي ندافع على الاتحاديه اليوم راني هنا ندافع على الافكار اليوم راني هنا غدوه نروح ندرب نادي نعطيك حاجه تفضل مهما كانت المجهودات تاع الاتحاديه امكانيات ولا مدربين إذا كان عمل غير جاد على مستوى النادي ما تنتظروا أي شيء على مستوى الفرق الوطنية سيد قريشي سامحني يا سيد سامحني يا سيد ولكن سيد قريشي اتحاديات ولأننا نشكروا اتحاديات داكور ولكن فرقة لا ما قلتش شكر سامحني فرقة اللي سبع سنين دخلت الاحتراف اتحادية كانت قادرة تعاوننا باش يجيبوا لي سونس فورماسيون باش يجيبوا لي لوتيرا باش يجيبوا لا 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 الاتحاديه تعطيك لو تيران ماشي تعطيك لا كومبانيمون نتكلم على لا كومبانيمون لا كومبانيمون لي مويان لي مويان ولا انفراستركتور قضيه الدوله ماشي قضيه اتحاديه على بالي اتحاديه تقدر كاين دي بريروغاتيف عندها لي ستاتيو تاعها واش يسمحوا لها دير ديروا وكاين امور ما تقدرش ديروا ما تقدرش ديروا سامحني نور سامحني توفيق من فضلك ماهيش قضيه سيد قريشي ربما خدينا مجال اخر خلينا دائما في المنتخب الوطني اليوم تقول لي اليوم راني في الاتحاديه ان شاء الله نقدر نكون في نادي خليك في الاتحاديه راح نتكلموا على الاتحاديه فتحتوا مناقصه او الاتحاديه فتحت مناقصه بالنسبه للمدربين مدربين محليين بالنسبه للمنتخب الوطني المحلي في تصريحات قلت ربما على الاكثر فيها اربع سير ذاتيه بطبيعه سي في لحد الساعه كان حوالي 4 سي في لحد الان تفضل خليك ربما تشرح لنا اكثر علاش كاين اربع سير ذاتيه وشكون هما السير ذاتيه قلت انه من بين هذه الاربع سير ذاتيه كاين سيره ذاتيه واحده اللي تصلح معليش هنا الان كاين اون امي دي كريتير و الامور تطورات الاحداث اصبحت امور اخرى
الان مادام انا شخصيا كمدير فني مادام راني موجود في الاتحاديه راح نواصل العمل تاعي لاخر دقيقه موجود فيها على مستوى الاتحاديه. لاديتين هي المسؤوله على دراسه السير الذاتيه. تكون اون كوميسيون تابعه ل اونيفو دو لاديتين. كوميسيون مكونه من عده اعضاء منها حتى بعض الاعضاء اللي راح نستنجدوا بهم خارجين الاتحاديه. أوكي. تقنيين اللي عند المنتخب الوطني المحلي فقط او حتى المنتخب الاول؟ لا لحد الان درنا مناقصه بالنسبه للفريق الوطني لا المحلي. دور تاع 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 لاديتين كوميسيون لا كوميسيون التابعه لاديتين الان لحد الان لحد الان يا زيد ما سبقوش الاحداث كاين مناقصه على الفريق الوطني المحلي مدرب تاع الفريق الوطني والاولمبي مازال الاولمبي سير ذاتيه راهي بدات تلحق الاتحاديه. أوكي. بعد ما تكون تنتهي المهله يعني قبل الانتخابات تنتهي المهله ستكون دراسه ويكون اقتراح تاع المدرب اللي يدرب الفريق المحلي للمكتب الفيدرالي القادم، والمكتب الفيدرالي القادم هو اللي ياخذ القرار النهائي. صحيح اخر اجل راح يكون 15 يكون 15 مارس 15 قبل 5 ايام قبل الانتخابات طبعا في الاتحاديه هذا شيء مفروغ منه ولكن فقط انه راح نولي لك اربع سير ذاتيه. شكون هو السيره الذاتيه ربما اللي قنعتك اليوم سيتي او قنعت ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال الان نخليو الامور تمشي نهار يوم 15 تنتهي المهله وندرسوا الملفات وراح تكون الاقتراح ممكن نعطيه الاسماء بعد المهله الان ما لازمش نسمع اخبار خونا السيد حسين يحيى هو الوحيد اللي يصلح فيه يصلح ان صح التعبير في السير الذاتيه هذا رايك لا انا نطرح لك سؤال هل ترى صحيح او خطا لا ما نجاوبكش ما تجاوبنيش السؤال هذا ما نجاوبكش اوكي اوكي تفضل شيخ انا نظني جامي ترو تار بور بيان فير ها يقول لك مي جو بونس كيلي ترو تار مالوريزمون لا بروف قال لك يا كات كونديداتور برك حنعود حنعود لهذا واحد برك الناس ما عندهمش ثقه وحده ثقه الناس ما كاش ثقه على دور على ما تقولش الناس تحوس على الدراف في كلوب حنعود لك حنعود لك الى حنعود لك الى 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 الراتب ديفو دي كلوب ساباي بوكو ميو كلا فيدراسيون بوركو ساباي با علاش ما يخلصوش خاطر فيدراسيون كيفاش ما يخلصوش ملاح مدربين دونك انا هذا شوفوا نقرا في الجرايد 70 مليار تسلف المينيستير سي كاين دراهم انا نشوف هذا عضو في لو ديباس سا سام ديباس ايه انا هنا سمعنا دائما بلي كان دراهم انا هنا باش نتكلم على المشروع التقني تاع المديريه الفنيه ما جيتش باش نقول قضيه دراهم لي سالير سا سي با دي شوز انا نتكلموا مع محمد قاسي سعيد ما نشاطروش يعني كيقول لك يعني كان مدرب يحوسوا على الدراهم قبل يعني احد الاسباب ربما اللي كانت خلات ما خلاتش المدربين يمدوا سير ذاتيه طبعا او يوضعوا سير ذاتيه تاعهم على مستوى المديريه الفنيه تكلمت على انه المدرب المحلي اصبح يرفض المنتخب بسبب الرواتب لانه لا في لا لانه خليني نكمل لك سيد قريشي لانه في النوادي تقول على انه الرواتب عاليه مقارنه بالمنتخب الوطني المحلي يا هل ترى قلت في الاذاعه الوطنيه انه ربما لما يتعلق الامر بالمنتخب الوطني لازم يكونوا فيه دي ساكريفيس لازم هذا واجب وطني يا هل ترى صوره في المنتخب الوطني او صوره المنتخب الوطني لو سالير تاع المدرب تاعه او الراتب الشهري تاعه ضعيف على راتب شهري تاع مدرب عادي في فريق لا انا اعتقد انه على مستوى النوادي تعدينا الحدود بالنسبه للرواتب اللاعبين ما يختلفوش فيه اثنين نعم ما يختلفوش فيه اثنين هذا شيء واضح تعدينا الحدود اذا كانت جيستيون على مستوى النوادي تعدت الحدود ما لازمش اتحاديات تمشي في نفس المشوار في نفس لو ميم شومان دونك كاين على مستوى الاتحاديه هذا رايي لاني ماشي مسؤول على هاد الامور ولكن كاين امور وكاين قوانين اللي تمشي عليها الاتحاديه على حساب امكانياتها على حساب سياستها ما تقدرش تتعدى الحدود هذه مثلا الى تقارن لي بمدرب اجنبي هذا كلام اخر هذا مدرب اجنبي حنا الجزائريين انا خدمت في 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 في, في تونس وخدمت في السعوديه في السعوديه نتنقل باش نخدم في بلد اجنبي ما الى ما نخلص ثلاثه ولا اربع مرات واش نخلص الجزائر ما نروحش البلد الاجنبي اذا كان مدرب اجنبي يجيك خاصه بالنسبه للفريق الاول لازم تمشي على حسب لو مارشي مونديال تمشي عليه سينو ما يجيوكش المدربين الملاح السوق العالمي على حسب السوق العالمي مدرب عالمي ماشي لي كانز درب الفريق الوطني البلجيكي ايه ولكن ويكانز درب شوف انا ما ندافعش على ليكانز ولكن الى نتكلم على ليكانز درب الفريق الوطني البلجيكي وافقت على انتداب هذا رايي ما نعطيهولكش ليك عطيته قلت لي المكتب رايي يا زيد اعطيته المكتب الفيدرالي ما نعطيهش القناه الجزائريه وعلاش شيخ؟ لان عندي واجب تحفظ علاه؟ ما رانيش هنا كشخص عادي انا مدير فني عندي واجب تحفظ
إذا كان عندي آراء تقنية نعطيها للمسؤولين تاعي. غدوة كي ممكن نخرج من الاتحادية نجي كمدرب ولا كشخص نتكلم معك في أي موضوع. صح. وين كان الفريق، وين كان الفريق البلجيكي؟ اي بورتون قلنا بلي ابريل انا اللي جبته. شحال شحال لا لا ما جبتوش، اقترحته. عفوا اقترحته. النقطة هذه كي كنت انا موجود في الاتحادية، نار مزياني غيل كان مدير فني، كان بعت، كان مزياني غيل بعدين غادر وكنا احنا موجودين في الاتحادية. كان ابريل بعت السيرة الذاتية تاعو للاتحادية. صحيح. وعندما غادرت انا الفريق الوطني الاقل من 17 سنة اتصل بي السيد تيكانوين وقال لي شكون اللي تشوف مدرب تاع الفريق الاقل من 17 سنة؟ قلت له كاين سيرة ذاتية تاع مدرب كف لعب عنده مستوى، دار دراسات، راه موجود في كندا، اتصل به ممكن يجي. صح. رايحين في كندا. نور تفضل. مدربين تاع الفرق الوطنيه في العالم بيسري يعني ما يخلصوش كما يخلصوا يعني في الفرق. في الفرق هذه معروفه هذه. تروح تشوف واحد كيما غوارديولا تقول له روح تدرب فريق اسبانيا، يقول لك ما تدربش فريق، مازال باش ندرب فريق اسبانيا. يجي وقت وين يدرب فريق اسبانيا، بصح مازال. دونك حنا كي يقول لك على لي كانس درب فريق البلجيكي، وين كان فريق البلجيكي؟ شحال عنده فريق البلجيكي ما مشاش لكاس العالم؟ كي كان لي كانس مشى لكاس العالم؟ مشاش لكاس العالم، ما كانش كاع الفريق البلجيكي. كان مات من 80 نهار لعبوا النهائي تاع كاس اوروبا. اوروبا من تمام ما زدناش شفنا فريق البلجيكي. يزيد نقولوا برك، يزيد نقولوا برك. يا جلال لو سمحت، والله لو سمحت لي يزيد. معليش، لا خاطر نسمع برا على توفيق، يقول لك توفيق البوست هذا كبير عليه. واش لعب توفيق؟ وين لعب توفيق؟ يا هل ترى هذا البوست هذايا لازم يكون لعب كرة القدم ولا لا؟ اولا لازم توفيق لعب كرة لازم القدم. لازم لا لازم يلعب على المستوى العالي. لا لعبت المدير الفني الفرنسي لعب في باريس سان جيرمان، والمدير الفني تاع تونس لعب في الوكا زابلونكا، والمدير الفني تاع تونس بلوتو الساحل ولا الكلوب افريكا، والمدير الفني تاع المغرب نتكلموا على الجيران لعب في البارسا. هذا كلام الناس اللي راه يتكلم في هذه اللغه ما لقاوش الحسابات تاعهم مع المدير الفني الحالي، حسابات تاعهم ما لقاوهاش. وبديت جو سوي دوفوني لا سيبل دو سيرتين بيرسون اللي ما لقاوش مصالحهم معايا. كلام كبير اكثر ولا اقل؟ انا كلام كبير ولا صغير؟ انا مدير فني وتحمل مسؤوليه كلامي. انا لعبت في مستوى متواضع ولكن درست كره القدم وراني في ميدان كره القدم منذ 35 سنة. دربت اتحاد العاصمة الأكابر وكانوا عمري 32 سنة، 9 سنين في اتحاد العاصمة. دربت لي مينيم، لي كادي، لي جونيور، لي سينيور، دي تي اس. دربت أكثر من 21 فريق. ممكن ما نجحت في المشوار تاعي كمدرب ولكن في ميدان تدريب وعندي أعلى شهادات. واضح، رسالة واضحة. سي توفيق قريشي، أنا بغيت تأكد لي ولا تنفي لي أن هل هناك لاعبين دوليين سابقين ولا محللين طلبوا منك دي ديبلوم بلا ما يديروا لي ستاج تاعهم؟ كنت كلمتها، هل تأكد ولا تنفي؟ نأكدها. وهادو هما اللي راهم دايريني اون سيبل. نأكد طلبوا مني باش نقدم لهم خدمات بدون ما يحضروا. هل تشوف أنت من المعقول بلال زيري اللي عنده ممكن إلي كلاسي دوزيام ولا تروازيام في لو نومبر دو ماتش على مستوى الفريق الوطني، يجي يدرس ويتعب باللومي، يجي يدرس ويتعب، عنده نظن يجي مور محي الدين مفتاح. محي الدين مفتاح أكبر عدد مشاركة في الفريق الوطني، إلا سوي باش يدي لي ديبلوم تاعو. وواحد آخرين لعبوا 25 ولا 30 مقابلة يقول لك أعطيني الشهادة أنا لعبت باسكو نلعب مليح. زيدان ما حبش يدرب، قال لهم حتى نكمل المشوار تاعي. زيدان كمل المشوار تاعي. واش راني نقول لك؟ ودرس درس باش دار يو اف ا إلى بيي باش يدير يو اف ا برو. واضح واضح، شكرا جزيلا لك يا توفيق. أعطيتني فرصة في القناة تاعك. تفضل. لأن أنا باش يقولوا لك القناة تاعنا شعار تاعها قناة كل الجزائريين. قلت كل فرصة تفضل. هاد الناس قناة الصراحة. هاد الناس أنا ما عندي حتى، بالعكس عندما ولاو يتيريو عليا زدت شجعت اكثر باش نخدم اكثر. لان ينتقدوا فيك. نعم ينتقدوا فيك. يقول لك نتكلم على الشهادات، يقول لك ثلاث ايام يعطيهم شهادات، يوزع شهادات. على مستوى الاتحاديه الان نفتخر على مستوى الكاف اول بلد باكثر عدد من المدربين تاع ليسونس كاف واكثر عدد تاع التربصات. نورا وحضر في التربصات وشاف. ما نعطيوش الشهاده لاي شخص. نور حضر في لا ليسونس كاف ا باسكو عنده اعلى شهاده ديجا في بلجيكا، راهي عنده اعلى شهاده موجوده. دونك يجي يدير ان روسيكلاج ونعطيو له ليكيفالون دو سون ديبلوم اون كاف. سيت اون رو
Même pas régularisation. Même pas. C'est une équivalence. Même pas équivalence. Voilà l'équivalence. ولكن الكاف تطلب منك الناس اللي عندها اعلى درجه يجيو يديروا 5 جور دو ريسيكلاج باش تعطيلو لا ليسونس اعلى شهاده كاف ا. ولكن لو كان نور ما عنده حتى ديبلوم ما يقدرش يدير لا ليسونس كاف ا. كنت سيدير توفيق بيان سور. يلا رفيق تفضل تفضل جلال تفضل. لانه سؤال واجز برك سخنتوني يعني منذ اشرافك على لا ديتيان سيتي هل كانت عندك قرارات فوقيه من فوقك يعني الناس اعطوا قرارات وطبقتهم بكل يعني شوف اقسم بالله حتى كي دربت الفريق الوطني تاع المحليين في 2013 ولا مره باش تقول لي قرارات رئيس الاتحاد انا نقوله لك السيد محمد الوراو ولا مره قال لي جيب لاعب فلاني ولا دير اللاعب الفلاني اقسم بالله ولا اعطي ديبلوم اقسم بالله ولا مره طلب مني باش نعطي ديبلوم لاي شخص قل لي طبق القوانين حتى على اولادي طبق القوانين ما شاء الله وما رانيش انا باش ندافع عليه لانه موش محتاج قريش يدير له افوكا اقسم بالله ولا مره واحده طلب مني يقول لي طبق القوانين على نفسك قبل ما تطبقهم على يلا الناس. واضح واضح شيء هذا شيء 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 رائع طبعا ربما قلت تصفيقه تصفيقه يا زيد رابح رابح حيوة بالمناسبة يلا قلت لك يا زيد نعطيك حاجة يا زيد كمل بهذه إذا كاين شخص واحد في الجزائر منذ أني تحملت مسؤولية لاديتيان ادى شهادة وما توفرش فيه شروط نقول لك ساستقيل غدوه لان المكتب ممكن كان انتخابات جديده والامور راح تتغير ساستقيل في اللحظه هذه والله جيبوا لي شخص واحد فتحت لي شوف فتحت لي نقطه حساسه لانه كنت حنتكلم على مشاركه الفرق الجزائريه في المنافسه القاريه ولكن حنخليوها بعد الفاصل انت عود في المكتب الفيدرالي لا انا نحضر في المكتب الفيدرالي نحضر في المكتب الفيدرالي ولكن ما جو نو سو با ايلو لو بير اكزي سي لي زيلو اللي يحضروا في وانا نحضر كمدير فني الطبيب الفيدرالي يحضر الامين العام يحضر مدير الموارد البشريه يحضر ولكن لي زيلو هما اللي يكونوا المكتب الفيدرالي انت ماشي عضو انا نحضر في المجلس اجتماعات المكتب الفيدرالي نحضر فيها لان باش نقدم التقارير تاعي لانه محمد قاسي سعيد الكلام اللي ما ربما تكلم على اعضاء المكتب الفيدرالي اللي سيد محمد الراوي وخطا في بعض الاشياء او سلك توفيق سلك 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 وش سلك انا كما يقولوا بلي وي مي نقولوا بلي وانو ما كاش سلك يلا واضح واضح روح مباشره الى فاصل على لك سيد توفيق قلتي ولكن انا في الجزء الثاني نتكلم على البطوله المحليه والمشاركات الفرق الجزائريه في المنافسه القاريه فاصل وبعدها سنواصل مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم الجزائري يافو طبعا بعد ما تكلمنا المديريه الفنيه للمنتخبات الوطنيه وللفرق الجزائريه طبعا والمنتخب الوطني نعود الى المشاركات الفرق الجزائريه في المنافسات القاريه والبدايه تكون بفريق مولوديه الجزائر الذي حقق تاهل على حساب بيشام يونايتد من الغانا برباعيه كامله مقابل هدف واحد سمعت صريحات بعد اللقاء ثم نعود المهاجمين تاعنا ربما نقصتهم الثقه والتركيز في الوقت المناسب يعني باش يعني يسجلوا اهداف بون سي فري يعني كما يسون تري جينيرو في لي زيفور يجري ويديروا يخلقوا دي زوكازيون ولكن قلت لك تخص اللمسه الاخيره هذيك ولا لو سون فرو باش يعني يسجلوا الاهداف والحمد لله اليوم ورينا باللي ماركي كانت صعوبات في المقابله مي ادينا مقابله مليحه والحمد لله المهم اسونسيال التاهل وفرحنا الشعب تاعنا ومقابله يتحسن الاداء تاع الفريق ان شاء الله Strategy today was the referee official was good strategy for go up in this tour. I'm disappointed because lost like this with two penalty. جئنا من أجل التأهل لكن التحكيم قرر العكس ومنح ضربتي جزاء للخصم في العشر دقائق الأخيرة. هذه هي كرة القدم. But The football is this. If you have good budget, all people try to save this. C'est pour la confiance pour les prochains matchs. Vraiment, ça va, c'est important aujourd'hui de gagner, de marquer aussi beaucoup de buts. On a mis 4 buts. Alhamdoulilah, voilà pour nos supporters et ça pour la suite, le prochain match de Sétif, c'est très important. Voilà, maintenant on est qualifié, on va se préparer pour le prochain match, Allah. الحمد لله اليوم قبل بداية المباراة كان الأوبجيكتيف تاعنا اليوم دوز أوبجيكتيف
حاجه الاولى لوبجيكتيف الاول باش نتاهلوا، والوبجيكتيف الثاني باش نحو نكسه ملعب خمسه جوليه. عندنا بزاف ما فزناش في هذا الملعب، والحمد لله اليوم نشكو بزاف لي بيبليك اللي اليوم كان دعمنا بزاف في هذه المباراه ووقف معنا، وثاني نشكر بزاف لي جوار اللي كانوا في المستوى واليوم ظهروا بالمستوى تاعهم. اذا الف مبروك لفريق مولوديه الجزائر. محمد قاسي سعيد، تاهل كان صعب نوعا ما لانه المولوديه كان فريق بشام يونايتد كان عاد في النتيجه، ولكن في الشوط الثاني المولوديه عادت برباعيه، والاهم طبعا يبقى التاهل. وسط فرحه كبيره في وسط الجمهور. يزيد هو معروف لما تسجل هدف في الثواني الاولى راح تصعب لك المقابله، ولكن بعدين يعني تصرحت المولوديه وكان سكور سان زابيل والميريت لا فيكتوار. تاهل مستحق. مستحق. يلا المباراه الثانيه طبعا في كاس الكاف، جمعت فريق شبيبه القبائل مع فريق مونروفيا الليبيري. نروح نسمع تصريحات بعد اللقاء وتاهل الشبيبه. كنت حنقول تاريخي، لما تفكر تاريخ الشبيبه غيرت رايي. يلا تصريحات بعد اللقاء. On savait que le match, on va l'avoir avec un gros score. Parce que déjà là-bas, on pouvait gagner avec un gros score. جبناهم قالوا نسلكوا الكلوب، الحمد لله ديجا البرومير ماتش مسلكونا. والله نشكر اللاعبين، المقابله اليوم يعني كانت هامه خاصه من الناحيه النفسيه، كنا محتاجين لها باش ان شاء الله نصلح كل الغلطات اللي نداروا، ونشكر اللاعبين على المجهودات، وان شاء الله هذا كما يقول لك الفوز راح يعطينا ان شاء الله طعم اخر. هاد لا فيكتوار هادي باش ترد لنا شويه الثقه اللي احتجناها بزاف. ان شاء الله كونفيرمو في الشامبيون، حاجه اللي تهمنا حنايا اللي الشامبيون، ان شاء الله نحسنوا الكلاسمون تاعنا ان شاء الله. المقابله اليوم وين نقولوا ما كانتش سهله، وين شفنا مباراه الاياب خسرنا 3-0. الحمد لله احنا درنا كاع اللي علينا، طبقنا تعليمات تاع المدرب وين خدمنا السمانه هذه وين سفرينا معاه. نشكرهم بزاف المدربين تاعنا اللي جاو، ان شاء الله مازالت خدمه كبيره معاهم ان شاء الله باش نتحسنوا ان شاء الله في البطوله ان شاء الله. اذا رباعيه كامله لفريق شبيبه القبائل. سيد نور بزكري، شبيبه اللي انهزمت بثلاثيه في مباراه الذهاب، ولكن في العوده انت كنت قلت انه من الاحسن ان شبيبه تترك كاس الكاف، ولكن اليوم بطاقم جديد رباعيه وروح خلينا نقول لك روح قتاليه في المجموعه هي اللي خلت الفريق يتاهل اليوم. مليح كي تاهلوا يعني دهنين الفريق، يعني بعد ما خسروا 3-0 يربحوا ب 4-0، يعني حاجه مليحه. لو 4-0 لما نسمع كره قدم نتيجه واداء 4-0 يعني الفريق الخصم يعني ما جاش يلعب كره القدم يعني، وقالها يعني رئيس الفريق تاع شبيبه وقال لك يعني سبوري طرواي، يعني ما شفناش يعني فريق تاع سبوري طرواي حقيقه. شفنا فريق شويه منظم، شويه منظم يعني ماشي، ولكن يبقى يعني فريق محدود 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 نوعاً. نقول يعني الفريق الشبيبه يعني ضل البطوله قبل كل شيء، عندهم ثلاث مقابلات يعني متاخره، يزيدوا يمشيوا يلعبوا يعني في يوم 10 و11 او 12 مارس يعني يزيدوا يلعبوا يعني بالفاصون، يروحوا خارج يعني خارج الجزائر. نظن يعني التعب كبير يعني في الوضعيه اللي راهم فيها، ولكن يبقى طبعا وفوز مريح، وفوز راح ربما يخلق ارتياح ذهني عند اللاعبين، خصوصا المدربين يعني المدربين كذلك. انطلاقه رائعه، ثنائي رحموني وموسون. مباراه اخرى طبعا هو خروج فريق شبيبه ثوره. سيد قريشي، طبعا توفيق قريشي، خروج فريق شبيبه ثوره لما تعادل بتعادل سلبي بنيجيريا ضد إينيغو رونجرز. اول تجربه لفريق شبيبه خروج من الدور الاول، ولكن تبقى تجربه يسحقها الفريق هذا في مستقبل المشوار. قبل كل شيء دو مو بور المولوديه وراجياسكا، اعتقد انه بالنسبه للمولوديه نهنيهم على هذا الفوز، وفريق اللي عنده خبره في المنافسه الافريقيه، حتى ماهوش نفس اللاعبين اللي عندهم خبره، ولكن نادي كنادي عنده خبره. نتمنوا لهم ان شاء الله تقاليد، ونتمنوا لهم مشوار جيد. مي احسن شيء ممكن اللي صرا للشبيبه في هذا الاسبوع هو الفوز، فريق اللي راه وجد في ظروف صعبه خاصه في البطوله. اعتقد انه الفوز تاع اليوم ما راح يكون دافع معنوي باش الفريق يخرج من ازمه النتائج اللي راه موجود فيها، وان شاء الله نقولوا انه الفريق يبدا يحقق في نتائج ايجابيه مثله مثل كل الفرق الجزائريه. بالنسبه للثوره نظن مهما كان صار في رابطه ابطال افريقيا بطبيعه الحال، تمنينا انه الفريق ممكن يزيد يواصل المشوار تاعو،
ولكن نقول ان حتى الاقصاء هذا نظن فيه نوع من الايجابيات ومن الفائده بالنسبه لفريق الثوره اللي ما عندوش سنوات كبيره موجود في الرابطه الاولى، نظن يكتسب خبره وممكن في المستقبل القريب ان شاء الله يستفاد من هذه الخبره. ان شاء الله هذا واش نتمناه، ويبقى فريق واحد في رابطه ابطال افريقيا، وفريق اتحاد العاصمه جلال اللي كان معفى من الدور الاول راح يواجه فريق كاديوغو من بوركينا فاسو في الدور المقبل. وقلنا فريق اتحاد العاصمه هو اللي فريق معروف في هذه المنافسه، وكان نشط النهائي قبل موسمين. نظن فريق اتحاد العاصمه اللي راه يمر بمرحله فريق في البطوله، ولكن يعني نقولوا ان كاس رابطه الابطال تبقى طموح ويعني وحلم هدف الانصار. يعني نقولوا ان فريق اتحاد العاصمه على بعد شهر من الدور المقبل راح يعني يكون في المستوى ان شاء الله ويكمل في نفس الوتيره، خاصه ان نعرفوا ان المنافسات الافريقيه يعني تغيرت نظام المنافسه فيها، يعني بعد الدور القادم حيدخلوا مباشره في ليبول، يعني في دور المجموعات. نظن ان الفريق راح يكون احسن في دور المجموعات ان شاء الله. هذا واش نتمنى لكل جميع الفرق الجزائريه المشاركه في المنافسات القاريه على غرار المولوديه وشبيبه واتحاد العاصمه. نروح مباشره للقسم الاول الموبيليس. إذن الحدث في القسم الأول موبيليس كان في ملعب 5 جويلية بين نصر حسين داي واتحاد الحراس، ثلاثية كاملة لصالح النصرية. نسمع التصريحات بعد اللقاء ثم نعود. Ce qui compte c'est pas combien de temps vous avez le ballon et combien de temps vous êtes dans le camp de l'adversaire, c'est le tranchant des actions d'attaque que vous menez. C'est le cas de notre D1 depuis beaucoup de temps et toutes les équipes sont comme ça. C'est-à-dire que c'est pas évident d'avoir la balle et de créer les décalages et d'avoir les occasions de but. Donc nous, on n'a pas eu d'occasion de but sur la première mi-temps. Bien contre-attaqué, bien créé les situations dangereuses qui nous ont permis de récupérer deux pénaltys et de marquer, d'avoir l'efficacité qui convenait. C'est deux pénaltys, c'est au deuxième pénalty, je pense que les Xartena. Oui, qu'on a le match l'équipe de net, mais de l'Ohta, occasion nette. Deux pénaltys consécutifs, c'est difficile. C'est tout que tu voulais face le tour, malgré le candidat déclaration suspendant. C'est pas normal, j'ai eu ça face le tour, à les arbitres. Allo à les anciens, on m'a dit, face à l'île, la football, mais le retour, c'est difficile. Tu vois, on a pénalité contre le JSK, le match le cap, kiff, comme là, à Wiklo. Ça l'a fait stade DTF et DT, la radio, on a dit, 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 كيما نقولوا كل واحد يتحمل. احنا كوم ايكيب تحمل المسؤوليه تاع لا ديفات، سي با لا فان دي مونت، سي نخدموا باش لي بروشان ماتش، مي سي ترو الحقره بزاف. كانوا لي جوار كاع واعيين بالمسؤوليه اللي كانت تسنى فيهم، وان قدرنا احنا نماركيو بريمير ميطون دو بوت اللي حفزنا في المقابله باش نربحوا. الحمد لله كنا يعني متحمسين لهذه المباراه، خاصة عدنا رفعنا المعنوية تاعنا بعد التعثر تاعنا أمام اتحاد بلعباس، نقطة ثمينة أمام ولدية خلتنا اليوم ندخلوا بأكثر إرادة وأكثر عزيمة. كامل اللاعبين كانوا في المستوى يعطيهم الصحة، ونظن أنه ثلاث نقاط ثمينة بالنسبة لنا نستهلوا، لأنه احنا اللي استقبلنا في أرضية ميداننا ما كان عندنا خيار آخر إلا الفوز. الحمد لله لعبنا أمام فريق اللي معروف أنه يطبق كرة جميلة وصعب لنا المهمة حقيقة، لكن عرفنا في الشوط الأول كيف نسجلوا هدفين عن طريق ضربتي جزاء، هذيك اللي عملت الفارق. إذن سيد نور بن زكري، نصر حسين داي اللي يعود بقوة في البطولة، ثلاثية ضد اتحاد الحراش، ربما نتيجة اللي تأكد التحضيرات اللي كان قام بها الفريق في الميركاتو الشتوي إن صح التعبير، لأنه المدة كانت طويلة نوعا ما. التحضير تاعهم ما باش كيفاش حضروه. ولكن النتيجة النتائج تعطي لك ربما فكرة. كانت النتيجة كانت خسروا مع بلعباس في الفاود، كانت بقاو في النتائج يعني أنا نظن يعني حقيقة يعني النتائج لاباس بها، وباش تفوز يعني مع الحراش 3-0 ماهوش يعني شيء يعني بسيط هكذاك. تفضل جل. يا زيد نقولوا برك أنا يعني أنصار نصرية وش يتحدثوا الآن، يعني وش يعني أنصار نصرية يقول لك يعني لما النصرية تنهزم، يعني النصرية ما كانتش في نهارها، ولكن لما تفوز النصرية يقول لك سواء التحكيم كان منحاز للنصر حسين داي أم الفريق الخصم ما كانش في نهاره. أنصار نصرية يقول لك يعني حنا وني با ميدياتيزي كما كي معناه كما فرق أخرى عاصمية أو فرق أخرى في الوطن، يقول لك علاش فريق نصر حسين داي لما يفوز بالأداء والنتيجة ولا يفوز الناس تقول لك الفريق الآخر اللي ما راهوش في المستوى. ظننا التحكيم يعني يفوز سورتير يعني الكارتون روج بور لاربيتراج، يعني
ماناش مع اللي ما ناصر حسين داير مع الاتحاد الحراج، ولكن التحكيم هفوات كثيره كثيره هذا الموسم، كان لصالح النصريه ام ضد النصريه ام لصالح الحراج ام ضد الاتحاد الحراج، ولكن واش شفنا هذا الموسم الا حاكم السيب هو اللي عوقبه، والحكام الاخرين ما شفنا حتى شيء يعني من ميدان. ما دارش يعني غلطه كبيره، ما دارش غلطه كبيره في مباراه، ولكن في مباراه اتحاد العاصمه شباب القبائل، ولكن سامحني انا تنقلت بعدها شخصيا الى ملعب تيزي وزو في مباراه شباب القبائل مولدي وهران، مباراه بدون جمهور. شحال يزيد لي تشوف تفهم تشوف 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 الحكم في هذيك في تلك المباراه كاين اخطاء كبيره يعني في اخطاء كارثيه في تلك المباراه، ولكن الحكم ما نظنش انه تعاقب في مباراه شباب القبائل مولدي وهران. كان شفت الماتش الحراش مع الناس سو لو بلون تكنيك كان مستوى عالي تاع النهد، ولو خاصه ضربه الجزاء الثانيه كان فيها خطا، ولكن الهدف الاول وفي ضربه الجزاء الاولى كان احتكاك، ولكن المقابله كانت النهد لعبوا من احسن مقابلة اللي لعبوها. بصح الحاكم رجعها مشكوكه، رجعها مشكوكه الور كانت واضحه يعني. يلا واضح هذه ربما فيما يخص مباراه نصر حسين داي واتحاد حراس. الجوله كانت منقوصه من العديد من كانت منقوصه في العديد من 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 المباريات بسبب مشاركه الفرق الجزائريه في المنافسات القاريه، ولكن الحدث كان كذلك في القسم الثاني موبيليس. راح نتكلم على اتحاد بسكره شيخ هذا الفريق اللي راه يصنع الفارق هذا الموسم في القسم الثاني موبيليس. يلا جينجل المحترف الثاني. البداية سوف تكون بمباراة نادي بارادو ضد فريق غالي معسكر. غالي معسكر خامس فوز على التوالي كان خارج الديار ضد فريق نادي بارادو بهدف مقابل صفر. تصريحات بعد اللقاء ثم لا. Un match pour nous que nous connaissons, c'est un match difficile, mais je pense qu'aujourd'hui Paradou a fait un bon match, mais il y a manqué la définition. À la première session, il y a 4-5 occasions de vite, et à la deuxième, l'équipe c'est plus supérieure à l'adversaire, il y a 12 occasions pour faire le vite, et sans faire le vite, c'est difficile de gagner un match. Et rien à dire, accepter la défaite, félicitations à l'adversaire, et félicitations aussi à le joueur de Paradou qui a fait un plus bon travail, un bon jeu, et surtout un plus bon deuxième session. Mais sans la transformation de la jouée et sans faire les vite, c'est impossible de gagner un match. Paradou, il a le coup de la balle, il a le coup. Moi, c'est pas la physionomie de match, je dis Paradou, quand je joue le coup de la balle, il a le coup de la balle, comme on dit. Mais nous, le fait que nous avons joué à l'impossibilité, et vis-à-vis l'adversaire qui veut jouer. Donc on a essayé de faire un bloc défensif, de ne pas laisser les espaces, il y a trop d'espace le Paradou parce qu'il joue très bien pour les espaces. On a terminé la première mi-temps, alhamdoulilah, 0-0. En deuxième mi-temps, c'est-à-dire que nous avons fait le quart de la première mi-temps, le fait que nous avons fait. Donc on a tous les yeux, il faut jouer le ballon, il ne faut pas se contenter de défendre. Donc il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. محمد قاسي سعيد، غالي معسكر هدف مقابل الصفر ضد فريق نادي بارادو. الغالي خمس انتصارات متتاليه كان مهدد بسقوط، اليوم يلعب ربما طلعه مفاجأة. لا مفاجأة يعني غالي معسكر يفوز هنا على البارادو، البارادو اللي راهو يتصدر طالعه، ولكن كما قلت نتايا شفنا عودة معسكر منذ خمس جولات ويستاهلوا المرتبه اللي فيها بقياده المدرب شريف حجار. المدرب اللي عمل في شباب تصوره في مولدية العلمه في عده فرق، مدرب محلي وعنده الكفاءه، نقولوا مدرب يعطيه صحه هذا الخطا. افو با بور البارادو شيخ. نظن بارادو سي فريك سان فو با انهزام يعني عطر يعني في الجوله هذه، ولكن مازال يعني في الصداره بتسع نقاط يعني زياده عن ومباراه متاخره ثاني ومباراه متاخره. حنا كي نشوفوا الطالعه يعني البارادو نظن يعني خلاص يعني ضمن بيان سور ضمن. كي تشوف على ما تشوفش على الثاني ولا الثالث، تشوف على الرابع يعني. ولو انه خلينا نتكلم على اتحاد بسكر، هذا الفريق اللي عاد بقوه اللي جاب نقطه ثمينه جدا من العلمه، ولا راح يستقبل نادي بارادو في الجوله المقبله؟ بعد يعني مجيء زغدود يعني الفريق تبدل في كل جوانب يعني كان في المرتبه يعني في الوسط يعني في حتى نعشاضوك يعني يلعب بالطلعه الثالث في المركز الثالث يعني بنقطه واحده على شبيب جاي، ولكن
الفرق راه من اللور يعني اتحاد الفرق اللي راه في في المقدمه كلها راح تخرج في الجوله المقبله غير من غير شوف كنا نهضروا على عكس اتحاد بسكرا اللي حيستقبل نادي بارادو كنا نهضروا على مسكرا ربحت في البارادو كانوا تغلبوا يعني في عده يعني كانوا تغلبوا على عده خامس انتصار على التوالي خامس كانوا في مرتبه الاخرى دونك عندهم 27 نقطه 27 نقطه 27 نقطه واللي طلع عنده 34 نقطه دونك ميم هو ممكن يعني يلعب ورقه صعود هادشي اللي يقول غير بارادو من غير بارادو كلشي مفتوح خلينا نروح الى دربي منتيجه طبعا نادي جامعه اتحاد بلاد ضد فريق امل الاربعاء تصريحات بعد اللقاء في ميكروفون الزميل بلال زعموشي il y a un problème nous arrive devant facile devant le but dans situation facile on rate et on encaisse je sais pas qu'est-ce que c'est je sais pas qu'est-ce que c'est je peux pas donner une explication c'est normal que le supporter être fâché c'est normal mais je peux pas expliquer pourquoi on gagne pas parce que l'équipe arrive devant des buts on ne marque pas on encaisse pas même aujourd'hui vous avez regardé de la début jusqu'à la fin c'est nous qui a contrôlé le jeu c'est nous qui a créé plus d'occasions de buts Mon venir. Qu'est-ce que mon venir quand je perds le match en dernière minute? Mais que voulez-vous? Je ne sais pas, je ne peux pas dire maintenant quelle décision je prends, mais peut-être va être une discussion avec le direction et puis on prend la meilleure décision pour l'équipe. سي بون مون ديبار بور ليكيب بوركوا با والله غير المباراه كيما عرف الجميع ضد فريق اللي يلعب صعود اتحاد البيضاء نظن باللي عنده لاعبين تاع خبره لاعبين اللي عندهم امكانيات نظن اكو شفتوا المقابله كنا 9 لاعبين تاع الامل اللي لعبوا بكل اريحيه لان قلت لهم لعبوا انا راني مسؤول عليكم العب ماهوش مشكل كما كان الحال نظن باللي درنا خطه باش نحبسوا الفريق هذا اذا اتحاد بلاد محمد قاسي سعيد اللي ربما فرط في نقطتين ثمينتين في سباق صعود لما تعثر ضد فريق امل الاربعاء اللي الكل يعرف انه ربما وضع قدم ونصف في قسم الهواد للاسف يعني بليدا فريق كبير ولايه كبيره وملعب كبير ولكن انا فريق كبير كذا اللي واش تاثر فيا دوك انا جاب لي ربنا المدرب هذا ويتقاعد من الناس على التصريحات المدرب الروماني أو يتمسخر بالناس يعني ولا يتكلم بالعربيه ولهذا جلال مدربين جزائريين عندهم كفاءه ومش يخدموا. سوا على يتكلم بالعربيه شيء مليح. شيء مليح سقسينو ولا مليح. يلا والله تفضل جلال. نقول لك يزيد اتحاد البليده هذا الموسم الخطا بالك يدار في المرحله الذهب هو اقاله المدرب حاج منصور مدرب فلسطيني اللي دار ان باركور اونوراب في لافازا اللي تغيره بالمدرب كالين اللي انا شخصيا ما نعرفش اسكو راه مدرب عنده الكفاءه ولا ما عندوش ولكن نقولوا اتحاد البليده عنده شهاده اليوفا ا عنده شهاده اليوفا ا دونك عنده الدبلوم دونك الكفاءه ماشي هي الدبلوم شيخ نفهموا مليح تفضل احنا المهم ما تقدرش تقول الكفاءه تختلف مساويات المدربين المهم احنا الشرط الاداري انه يكون حامل شهاده عليا توفر فيه الشرط باش تعطي له اجازه من الاتحاديه بعدين العمل تاعو داخل الميدان يقيموه النوادي ويقيموه مسؤولين النوادي شيخ عندي سؤال برك نخرج شويه من الموضوع برك الموسم الماضي كان تعجبني كيفاش يا زيد كان الموسم الثاني موبيليست كان الموسم الماضي كان دو ليسونس بار اونتينار بار سيزون يعني هذا الموسم يعني الغيت هل يعني انتم كديتيان ما تقولوش انكم غلطتوا كي نحيتوا هذاك الشرط هذا الشرط هذاك الشرط انا نقول لك بكل صراحه الان بكل تواضع انا اللي اقترحته على الاتحاديه لان شفنا تغييرات كثيره المدربين ولات اسهل حاجه نحي مدرب وجيب مدرب لكن ما تنساش انه تلقينا عده انتقادات من النوادي ومن المدربين في هذا القرار وبالتالي تراجعت الرابطه الوطنيه على هذا على هذا القرار شرط على هذا وعلاش ما كانش فقط سامحني نور جهه واحده ها الاقتراح علاش ما شملش كذلك النوادي تقترح انه المدرب ما يعملش في 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 اكثر من ناديين انا ربما راني موافقك 2000% لانه شي كارثي نشوف اليوم مدربين يدربوا ثلاث نوادي في الموسم لا ولكن بالنسبه للنادي النادي شريكه ما تقدرش تفرض عليه ولا تمنعه باش ينتدب اي اطار كيفاش نفرض عليه انه كيفاش نفرض عليه انه سامحني سيد قريشي كيفاش نفرض عليه شركه نفرض عليها ما عندهاش الحق تسلف اكثر من ثلاث لاعبين شركه نفرض عليها ما عندهاش الحق تجيب لاعبين اجانب شركه نفرض عليها بالنسبه للاعبين بالنسبه للاعبين اللاعبين عندهم اجازات هما سيدي جوار دو فوتبول هذا قانون
ممكن عدد اللاعبين تسير البطوله تنظيم البطوله هذا من صلاحيات الرابطه المحترفه. بالنسبه للاطارات ما تقدرش تمنعني غدوه انا مسؤول في الجزائريه نجيب صحافي نحي نجيب صحافي واحد اخر، ولكن عندما نمنع التنقلات تاع المدربين ممكن القرار هذا ناقص نوعا ما كما قال لك نور. كنا نفكروا في نخليوا هذا القرار ونزيدوا نفكروا كيفاش نمنعوا النوادي باش ما تتلعبش بالتنقلات على المدربين، ولكن بعد كل الانتقادات والطلبات تاع المدربين تراجعت عليها الرابطه. الانتقادات كانت ربما بعد النقائص، لانه كان من الاحسن او من الاصدر انهم يكون من الطرفين، ولكن لان اسمح لي يزيد ما تنساش ان كاين مدربين ونقولها بكل صراحه يعتمدوا الذهاب من نادي الى نادي. لقينا مدربين في الموسم الماضي اربع نوادي، هل تعتقد مدرب عنده الفكر ولا عنده راحه البال ولا القوه الفكريه باش يخرج من مأزق إلى مأزق إلى مأزق إلى مأزق؟ يخلص غير عادي، يخلص غير عادي. مدربين اثنين كثير عليه. سي توفيق قريشي بكل صراحة هو كبير، هو كبيرة، قوة كبيرة، كبيرة. بكل صراحة أنت كمسؤول أول على المديرية الفنية الوطنية في المنظومة الكروية بالجزائر، لما تشوف مدربين عنده ليسونس كاف بي مثلا وهو معتمد في فريقه كمدرب أول، ولكن في الحقيقه وبيان سور بابي المدرب الاول هو مدرب اخر لانه عنده ليسونس كاف ا، يتم استئجار هذا المدرب. هذا التحايل على السؤال. انت قلت لي تقطع الضيف ولا تقطع؟ لا نرد لك. فهم السؤال تاعك. يلا واضح، تفضل. فهم السؤال تاعك. قلت لي حبيت تقول لي ان مدربين الرئيسيين ما عندهمش الشهاده المطلوبه وهو مدرب رئيسي. هذا تحايل على القانون مثل ما كان معمول به في بلدان اوروبيه. شنو الموقف تاعك سيدي في فرنسا؟ سكور ابل بريتنو كانت موجوده منذ سنتين او ثلاث سنوات، حاوى من فرنسا. لا موجوده في فرنسا مع باستيا مع تشيكوليني، شي موجود حتى كمل الشهاده تاعو، ولكن يبقى المدرب الاول في باستيا. نعطيك معلومه يا زيد، اذا كان المدرب ماهوش المدرب الرئيسي اللي يكون في البون دو توش، باش يفهمونا المتابعين، ماشي هو اللي ديريجي ليكيب في البون دو توش، اذا كان المساعد تاعو هو اللي ديريجي في البون دو توش، سي 10000 يورو داموند بار ماتش في ماتش واحد. عقوبة في فرنسا لأن كانوا لي بريتنون عندها ثلاث سنوات، الآن يا بلو دو بريتنون. حنا الآن أنا نطلب باللي المدرب الرئيسي تكون عنده شهادة أ، والمساعد الأول تكون عنده شهادة أ، والمساعدين اللي يجيو من بعد ممكن تكون عنده السي والبي. الآن المساعد الثاني والثالث هو يدير لك الطاقم الفني تاعو، واللي نوض يسير الفريق هو عنده سي، احنا ما نروحوش نراقبوا في المية. هذا يقول لك المساعد تاعي انا خليته. ولكن انت كمدير تقني وتشوف مثلا التلفاز وتشوف، فما نذكروش اسماوات تشوف التلفزيون المدرب فلان بن فلان هو مدرب مثلا فريق فلاني، ما عندك انت كمدير تقني كمدير تقني وشنو الموقف تاعك وانت على الدرايه؟ الموقف تاعي لانه انا على الدرايه انك على بالك بانه فيه مدربين ما عندهم شهادات العاليه واللازمه، ولكن هما المدربين رقم واحد في الفرق الجزائريه. سامحني، ما دام احنا نقولوا انه الطاقم الفني في الفريق الاول المحترفه الاولى ولا الثانيه يكون المدرب الرئيسي عنده شهاده ا، المساعد الاول شهاده ا، المساعد الثاني والثالث والرابع الى حب يجيب سته تكون عنده شهادات اقل، شكون يسير وشكون اللي يحكم؟ ما عنديش ادوات باش ديليغي. ما عندوش ديليغي، خليت لاجوان تاعي نودي ديريجي الماتش. سالي انا بحبح اليوم ما نقدرش نديريجي. ولكن انا متيقن انه سي توفيق قريشي على درايه تاعنا. لا ماشي اسال الناس، يا زيد خليني الفكره درايه على بالنا بها. كاين مدربين مساعدين هما المدربين الاساسيين، بصح انا نتعامل معاك بطريقه اداريه. طبق القانون كما لما تكلم. احنا ما نمنعوش، احنا نحبوا نتبعوا فرنسا كما قلت لي مع بدايه الحصه. في فرنسا 10000 يورو اموند. اصبر شويه، هل من جود قانون توفيق؟ هل من جود قانون في الفيدراليه ولا في المديريه الفنيه اللي يمنع لاجوين؟ ما كاش قانون. وفي فرنسا وما ادراك في كره القدم منذ ثلاث سنوات. فرنسا فقط، فرنسا وفقط. لا خلينا ما متقدمين في كره القدم في التنظيم، متقدمين فقط. ولكن ماكش فرنسا متقدمين علينا. احنا دائما ناخذوا لي زيكزومبل من فرنسا، متقدمين علينا في التنظيم فيدرالي علينا. نعم علينا، متقدمين علينا فيدرالية. اسمع نظمت كاس العالم يا سي محمد. لا فرنسا
ولي بلاتنو كانوا منذ 3 سنوات. الان القانون تغير منذ 3 سنوات. تحب احنا هذا وين بدينا ننظموا في الامور، كل الامور تمشي كما فرنسا ولا بلدان اوروبيه. ولو انه لغه القانون هي 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 كل شيء. زيد لا ما خليك جوز هذه. القانون من الناحيه الاداريه احنا عندنا في النادي، نعطيك مولوديه وهران الان بالعطوي هو المساعد، مشري هو المدرب الاساسي، ولكن انا اداريا عندي المدرب الاساسي وعندي المساعد. ما نقدرش نمنع بالعطوي نروح نقول لمسيو ما تخليوش بالعطوي يديريجي الماتش، ما تخليوش في التيران في لي سيونس دونطريمون. شكون اللي يدرب؟ ما عندي صلاحيه باش نقول بالعطوي. انا نعاود نقول لهم لانه القانون هذايا ما عنده حتى لا 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 ما عنده حتى ديريكت. قال واش عليه بالعطوي؟ اون بو با اتر ديريكت. نور نور ما نقدروش نقول اون بو با كونترولي. شوف انا نعطيك مثال اخر. تفضل. انا رئيس نادي نجيب مدرب ما عنده حتى شهاده يدرب لي الفريق تاعي لمده اسبوع، ونهار الجمعه نخلي واحد يسير الماتش، واحد ما يسالو، واحد ما يسالو شارك، واحد ما يسالو. كاين دي بريباراتور فيزيك كي نو با دو ديبلوم وما عطينا لهمش حنا لا ليسونس باش يدخل بون دو توش. ما نقدرش نمنعو باش يروح يدرب اسبوع كامل في النادي تاعو. واش من صلاحيه عندي؟ عنده دروا يدخل يدير لي شوفمون. ما يدخلش في البون دو توش، ما يدخلش للتيران، لازم لو ديليغي يمنعو. ولكن نقدر نجيب واحد ما عنده حتى شهاده يدرب لي الفريق تاعي. يلا احنا عندنا الصلاحيه ما نعطيلكش الاجازه. شكرا جزيلا لك سي توفيق قريشي على كل ما على رحابه صدرك اليوم عبر حصه الجزائر يافوت. ربما قلت لك جايك الاخضر واليابس السيد سلمان. لا ما ناكلش الاخضر اليابس. نصلح نصلح. شوف الكمال لله وما كانش اللي ما يخطاش، ولكن كي تكون امور خاطئه حتى في التقرير تاع بدايه الحصه الامور لازم تكلموا عليها. ولكن صحيح امور خاطئه وامور خاطئه في التقرير، امور خاطئه في 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 لاديتيان وفي تسير كره القدم الجزائريه. كمال لله كمال لله. حتى احنا ربما كنا معك ما كناش كنا معك قاصحين نوعا ما. ان شاء الله نكونوا كنا خفاف عليك ان شاء الله في حصه الجزائر. لو كان بكري نقول لك راه قاصح عليا دوك ما تقدرش. شكرا جزيلا لك سيد توفيق قريشي. نور عندك اضافه؟ كي برك كان عندي رئيس فريق ربي يرحمه نعزيه على وفاة سيتي حانوتي. وفاة يماه يعني كانت توفاة تسمعنا يعني نعزيه فامبيل تعزينا خالص تعزينا خالص ربي. هو كان يقول لي عنده هذه الكلمه هذه، يقول لي شوف القانون قانون إلاستيك يعني تجبدوا ما تقطعوش برك. صحيح كلام واضح ورساله قويه من نور بن زكري. شكرا جزيلا لك سي توفيق قريشي. زيد نقول لك حاجه. تفضل. عندما تكون في موقع مسؤوليه مهما كانت مسؤوليه بسيطه ام كبيره انت مسؤول. من الصعب جدا باش ترضي الجميع. ارضاء الجميع غايه لا تدرك. ارضاء الجميع غايه لا تدرك. كل واحد يحوس على المصلحه الشخصيه تاعو. القليل والقليل جدا اللي يبحث على المصلحه الجماعيه. مصلحه كره القدم الان هي شيء تاع الناس كامل، النوادي، الجماهير، الحكام، المسؤولين. إذا حبينا نرفعوا مستوى كرة القدم الناس كامل تشارك. تظافر الجميع. تظافر الجميع، يد واحدة ما تصفقش. لا الاتحادية ولا النوادي وحدهم ما يقدروا. شكرا جزيلا لك سيد توفيق قريشي. فقط سؤال آخر، راح تبقى في الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ أنا الآن أكيد حتى شهر مارس وبعد شهر مكتب مارس. مكتب فيدرالي راني نعمل معاه يمشي. المكتب الفيدرالي راح يجي مكتب فيدرالي جديد وسياسة جديدة، هما أحرار في اختيار الطواقم الفنية والمسؤولين راح يخدموا معاهم. إذا ربما كان فيها مكتب فيدرالي جديد وضع ثقة في سي توفيق قريشي لكل مقال المقام. قالوا أنا بزاف هاد السمانة سي قالوا أنا بزاف. شكرا جزيلا لك سيد توفيق قريشي. ميرسي أونكور أون فوا. نشكرك على رحابة صدرك سيد محمد قاسي سعيد. شكرا جزيلا لك. دخلت على الاول اللي كل ما كل سنه هكذا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه محمد قاسي سعيد. المهم حاجه يا زيد اني انا نعمل لاخر دقيقه في لاديتيان ان شاء الله وكاني راح نقعد 20 طونك في المنتخب المحلي ان شاء الله. نخدم في العمل تاعي وكاني راح نقعد 20 طون 20 طون ما ندي ولا كاف ا لا كاف تقراو جيت انت الكاف. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه نور بن زكريا. يعطيك الصحه. نلتقي الاسبوع المقبل ان شاء الله. ولو انه نسحق تصفيقه حاره لانه سيد نور بن زكريا هذا الاسبوع 63 سنة أسير. 63 سنة. الله. 63 سنة هذا الأسبوع. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة سيد. هذيك في الكواليس. يعطيك ما نديروهاش في بلاطو حنايا. ما عندناش الموية. يعطيك الصحة سيد نور بن زكريا جريدة الصحفي بالقسم النادي بقناة الجزائرية. نشكرك ونشكر جميع الزملاء الصحفيين مسيرين وكذلك تقنيين ورجال الخفاء طبعا اللي ساعدونا أو رافقونا طوال حصة الجزائرية. شكرا يا زيد. شكرا للجميع. جويز انيفيرسير الشيخ ومبروك عليك. شكرا جزيلا لك جلال العيش. نشكر اكاديميه رواد ترقيه شباب وطفوله بدار البيضاء ثاني مره اللي جو معنا
عبر حصة الجزائرية فوت. شي هذا خلي الاسبوع القادم يعطيك صحه. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا للجميع مشاهدينا الكرام. نكون بهذا قد وصلنا الى نهايه عدد اليوم، نلتقي ان شاء الله الاسبوع المقبل في نفس الزمان وفي نفس المكان. ابقوا في قناه الجزائريه، قناه الجزائريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.